مساء الخير لحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم زملكاوي، وكعادتنا دائما تحيه خاصه لجماهير نادي الزمالك. خلينا نقول لحضراتكم في البدايه ان شاء الله ضيفي هيكون مين الفقره الثانيه من البرنامج بعد ما نتكلم شويه في الانترو ونقول الاخبار. ضيفي هيكون طبعا كابتن طيار، كابتن اشرف حماده امام، واللي كمان مقدم لنا نفسه بشكل مختلف تماما كمحلل رياضي. والحقيقه يمكن كان ضيف عندنا هنا اكتر من مره، وفاجئنا بكلامه بشكل مميز جدا في الكورة وتحليلاته الرياضية. وعلى فكرة كان لاعب سابق في نادي الزمالك، والكلام ده قلناه أكتر من مرة، وكمان كان موهبة كبيرة جدا جدا بشهادة كل اللي عاصروه في الفترة دي. وهو طبعا يعني سليل عائلة كبيرة جدا كابتن حمادة إمام، وزي ما قلت لكم دايما بياخد كورسات خاصة من كابتن حمادة، وكمان أخوه الصغير حازم إمام طبعا نجم الزمالك والثعلب الكبير والصغير. ف فرصة النهارده نتكلم معاه وندردش. محضر لنا حاجات كتيرة جدا جدا عن بطولة افريقيا، محضر لنا حاجات كمان عن رؤيته للمدربين بشكل عام البرتغاليين. ففرصة النهارده نتكلم مع المحلل الرياضي بقى ايه اشرف حمادة امام. كمان طبعا مفيش شك ان الحقيقة يعني كان في خبر النهارده رسمي طلع من نادي الزمالك، هو التعاقد مع جوزيه جوميز كمدير فني لنادي الزمالك للمرحله اللي جايه. وطبعا كلنا عارفين ان المرحله اللي جايه مرحله مهمه، محتاجين ان احنا يعني الحقيقه بان الفترات اللي فاتت ان في توجه ونيه معلنه ان شاء الله نادي الزمالك تصحيح مساره بشكل عام، ومحتاجين ان احنا ان شاء الله نمشي في مسيره ترضي طموح جماهير نادي الزمالك اللي متعطشه الانتفاضه على مستوى النتائج والاداء، خصوصا مع دعم الفريق وفي الصفقات الجديده. بس خليني اقول لحضراتكم يعني التعاقد او اللي طالع من مجلس اداره رسميا من نادي الزمالك، يعني نقراه مع حضراتكم ونرجع نكمل كلامنا. رسميا الزمالك تعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز موسم ونصف. تعاقد مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي لمده موسم ونصف. وقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد. يذكر أن جوزيه جوميز بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينات عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فريرا وكوفيليا البرتغالية، وعمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فلسطيني وبنفيكا وبورتو البرتغال ومالاجا الاسباني وباناثينايكوس اليوناني. وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيديتون المجري، وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق اهلي جده السعودي قبل ان يتولى تدريب فريق بني ياس الاماراتي، وعاد مجددا في نفس العام لقياده التعاون السعودي. كما تولى جوميز تدريب ريو افي، وبعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القياده الفنيه لفريق الميرا الاسباني، وعاد بعدها مجددا للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفرديرا بالدوري الاسباني. وخاض جوزيه جوميز اخر تجاربه التدريبيه مع تشافيس البرتغالي اللي رحل عنه في سبتمبر الماضي. الحقيقه طبعا يعني طبعا الراجل عنده سي في كبير، وكمان اشتغل في المنطقه العربيه قبل كده، وعلى فكره درب عدد من اللعيبه المصريين قبل كده سواء في التعاون السعودي او كمان اشتغل في المنطقه العربيه زي ما شفنا اشتغل في الامارات والسعوديه. ده طبعا الكلام اللي معلن من مجلس اداره نادي الزمالك، وطبعا كلنا كزملكاويه بنقول له طبعا كل الدعم لجهاز جوميز ان شاء الله، وتوفيق يا رب ليه يا رب، نتمنى له التوفيق في المرحله القادمه. وزي ما احنا عارفين ده طبعا ما يقللش من كابتن معتمد جمال والدور اللي فات واللي اشتغل فيه فتره مش سهله، فتره صعبه جدا جدا جدا، لكن التصور اللي موجود والتجهيز اللي موجود ليه علاقه بطبيعه المرحله. واحنا هنينا كابتن معتمد جمال اكتر من مره، لسه لحد دلوقتي الامور لم تحسم مع يعني الجهاز المعاون للراجل، طبعا اكيد هيبقى معاه مساعدين بتوع مستر جوميز وكل حاجه، لكن لسه الامور يعني ما اتحسمتش مع كابتن معتمد جمال وكابتن احمد مجدي. لكن كنا عارفين كلنا طبعا ان كابتن عبد المنصف تم شكره بشكل محترم جدا وشكل يليق لعبد المنصف على الفتره اللي فاتت، وعبد المنصف بشكل عام كلاعب كبير سابق وكمان كمدرب عن فتره مش سهله الفتره اللي فاتت. وفي كلام ان شاء الله هيتقدم عبد المنصف عشان يشوف هيبقى ايه دوره الفتره الجايه مع نادي الزمالك بشكل عام. فده كمان نوع فيه الحقيقه يعني احترام و عرفان لكل نجومنا طبعا اللي اشتغلوا فترات مش سهله. كلنا عارفين ان نادي الزمالك داخل على تحديات كبيره جدا في المرحله اللي جايه، عندنا نهائي كاس مصر يوم 13 مارس ده اتحدد خلاص.
والماتش ده طبعا كلنا عارفين اهميته بالنسبه لنا، ماتش واحد يديك بطوله. الماتشات دي بتبقى دايما فلسفتها يعني مختلفه شويه. المباراه الواحده دي نادي الزمالك هيقعد فتره مش قليله متميز في بطوله كاس مصر في الفترات اللي فاتت، كان كعبه عالي دايما في البطوله دي. نتمنى ان شاء الله نستعيدها يوم 13 مارس اللي جاي، كلنا عارفين انها قدام النادي الاهلي طبعا المنافس التقليدي للنادي الزمالك. عندك كمان كاس الكونفدراليه، يمكن كاس الكونفدراليه احنا لحد دلوقتي متصدرين المجموعه، لكن عندنا مباراه مع بوستيم الليبي هي اللي يتم بقى حسم صداره المجموعه ان شاء الله، لان احنا عارفين بعد الصداره ان شاء الله لما نعدي من دور دوري المجموعات هنبدا بعد كده على مرحله نوك اوت او خروج المغلوب، ودي فلسفه ثانيه ومحتاج ان انت تجهز لها بشكل مختلف، ومحتاج ان انت تستعد بشكل جيد جدا جدا، لان المرحله اللي جايه قلت لكم قبل كده مرحله حسم، حسم في كاس مصر، حسم في الكونفدراليه. على فكره كمان الدوري المصري ممتاز، احنا لسه عندنا منافسه، احنا ما بنرميش الفوطه. كمان الشكل الجديد وتصحيح المسار والدعم اللي حصل الفتره اللي فاتت يخلينا نقول ان احنا متواجدين. شفنا بيحصل متغيرات كتيره جدا جدا في الدوري، خاصه ان انت ما لعبتش لحد دلوقتي غير يعتبر يعني تلت الدوري، لسه قدامك مش اقل من 24 مباراه، فلسه قدامك كلام كتير جدا جدا، لسه يعني مشوار طويل. وخلينا ناخد المأمورية بتاعت الدوري دي واحده واحده كده، ويعني وانا ان شاء الله متفائل خير جدا جدا باذن الله للمرحله اللي جايه، لان النيه واضحه، العمل في صمت واضح، الاخلاص. على فكره كمان كنا عايزين لو اتكلمنا على الصفقات هنتكلم الحقيقه كلام كتير جدا جدا، وان كان لسه يعني لم تحسم الامور بشكل معلن من نادي الزمالك، حتى لو كان في كلام كتير جدا خارجي، لكن الناس عندها وجهه نظر في ممكن في عدم الحسم. محددين يوم الاثنين اللي جاي عشان يعني يحددوا فيه ميعاد الحسم بمؤتمر صحفي، ودي على فكره فيها وجهه نظر قد تكون فيها متغيرات من هنا لحد يوم الاثنين، لحد قبل قفل القيد بيوم واحد، كلها وجهات نظر مهما كان في اجتهادات ومهما كانت التصريحات اللي بتطلع في الجرايد وكل الكلام اللي بيتقال، لكن احنا ماشيين مع الكلام الرسمي. وعودونا الفتره اللي فاتت ان دايما بيبقى الكلام الرسمي بيطلع في ميعاد محدد وبمنتهى الشفافيه وبمنتهى الوضوح وبيبقى لا رجعه فيه، فدي بتبقى الحقيقه نقطه مهمه جدا مع ناس طبيعيه وناس يعني على قدر المسؤوليه الحقيقه لنادي كبير، واستلموه في ظروف في غايه الصعوبه وشديده الحساسيه، ويعني بقدر الامكان في 100 يوم بنحاول يعدوا بيه الى بر الامان. بس خليني كمان اقول لكم ان احنا عندنا المرحله الجايه زي ما قلت لكم مرحله مش سهله، مرحله فيها ماتشات ممكن كمان تفتح لك يعني يعني تبقى مفتاح لمرحله مهمه، مرحله الحسم. خليني استعرض مع حضراتكم جدول اهم الماتشات اللي موجوده. مثلا عندنا اول 6 ماتشات جايين بعد العوده ان شاء الله من التوقف الطويل الدولي بعد طبعا كاس الامم الافريقيه. عندنا نبدا مباراه يوم 19/2، ده هيبدا بالدوري المصري. عندك مباراة هامة جدا جدا مع نادي الإسماعيلي، إسماعيلي والزمالك، فدي مباراة بتبدأ بيها الشكل الجديد والثوب الجديد اللي إن شاء الله نادي الزمالك هيكون لبسه في المرحلة اللي جاية، والاستعداد للفترات اللي فاتت أكتر من 50 يوم لبداية الدوري. كمان بعديها عندنا يوم 25/2، يعني بعديها بحوالي 5-6 أيام على طول، ماتش الكونفدرالية مع فريق أبو سليم الليبي، ده هيكون بنسبة كبيرة جدا طبعا بره مصر. ده يوم 25/2 مع بوستيم الليبي، المباراة دي تحسم لك إن شاء الله صدارة المجموعة، فعندك ماتشين مهمين. بعديها بثلاث أيام على طول عندك ماتش مهم جدا الزمالك والداخلية، ده هيكون يوم 28/2. برضو نرجع للدوري تاني، فأنت ما عندكش فرصة بتفتح صفحة الدوري ترجع تقفلها للكونفدرالية، ترجع تاني تفتح صفحة الدوري وتقفل الكونفدرالية، ترجع بعديها تفتح تاني الكونفدرالية، هيبقى عندك مباراة مهمة يوم الحد 3/3، يعني بعديها بخمس ايام الزمالك طبعا مع سوار الغيني، ودي هتكون اخر مباريات دوري المجموعات، لكن ان شاء الله نكون حسمنا دنيتنا من بدري من مباراه ابو سليم. زي ما قلت لكم هو الجدول قدامنا 6 ماتشات في البدايه كده على طول، تقريبا هيتلعبوا في حوالي 20 يوم من 19/2 لحد 9/3. هيبقى لنا المباراه كمان السبت 9/3 هتكون الجونه مع الزمالك، اول مباراه اسماعيلي دوري، ثاني مباراه ابو سليم كونفدراليه، ثالث مباراه الداخليه دوري، رابع مباراه سوار الغيني كونفدراليه، خامس مباراه الجونه مع الزمالك. فماتشات طبعا مهمه، ويمكن لو ربنا كرمنا وعرفنا ناخد التسع نقاط في الدوري في الماتشات دي يحطوك في حته تانية خالص تماما. طبعا انت عارف الاسماعيلي في ظروف مش سهله، ظروف مش سهله، يعني محتاج ان انت الاسماعيلي طبعا عنده ظرف صعب شويه، فهيبقى مباراه مش سهله، فدي كلها. طيب خلينا كمان ناخد على التليفون الحقيقه، يمكن
مداخلة مهمة جدا جدا من المنتج الكبير طبعا جدا جدا الأستاذ جمال عدل الزملكاوي الكبير وأحد جمهور الدرجة الثالثة في نادي الزمالك وكمان تاريخ كبير في السينما المصرية. أستاذ جمال مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا أبو الكباتن، إزيك؟ عامل إيه تمام؟ والله زي الفل الحمد لله، سعيد زي كل الزملكاويين. والله وحشنا طبعا، والحوار أنا فاكر الحوار اللي عملته معاك الحقيقة حوار كسر الدنيا يا أستاذ جمال. يا حبيبي ربنا يخليك، وطمنتك سعيدة وطمنت كل جمهور الزمالك ان مجلس الاداره الموجود برجاله كلهم كاملين وبرموز النادي واعضاء وجماهيره قادر اي وقت انه يعود، وباكد لك ان القيد هيتفك ما فيهوش اي شك خالص، وان الناس المحترمه دي هتجيب صفقات كويسه جدا، وان هيجيبوا مدرب كويس جدا، والزمالك اتحط في مساره الطبيعي، وباذن الله اللي جاي كله جميل. الحقيقه انا لفت نظري ساعتها حضرتك، يمكن كنت متاكد على الكلام ده رغم ان كان في حاله صعبه جدا، يمكن او حاله مش عايز اسميها صعبه، كانت حاله قلق جمهور الزمالك كان كتير. هو امتى الناس شايفه طريقه يا كابتن؟ واحنا عشان جوه لجان الاستثمار والحاجات انا شايف ناس كتير قوي، كل واحد عرض انه يدفع هو الفك القيد، وبعدين نبقى نشوف نادي الزمالك هيحصل ايه. نادي الزمالك بقى حتى الاعضاء على فكره فيهم منهم عرض كده برضه. يعني اقصد نادي الزمالك غني يا جماعه برجاله الموجودين في مصر. حضرتك قلت لي كده فعلا، انا فاكر العالم كله والناس مستنكرين علينا، احنا نادي الزمالك قلعه رياضيه مهمه وعلى راي حسين لبيب القلعه الرياضيه الاولى في مصر، القلعه الاولى الرياضيه في الباسكت والبولي والاندبول والكوره والسباحه وكل حاجه. يعني احنا والاهلي رافدين مهمين لكل المنتخبات، احنا نادي كبير ما نتقارنش مع احترامي بالبعيد الانديه غير بالنادي الاهلي. فلما نتعثر نقدر نقوم ببساطه، وده اللي جرى الحمد لله بقياده حكيمه ورائعه وجميله جدا لحسين لبيب والناس اللي معاه بصراحه رائعين. كنت عايز اقول لحضرتك يا استاذ جمال ان احنا شوف احنا قعدنا يمكن لحد اليوم الاخير تقريبا في يناير، بس الجماهير الزملكاويه كان عندها حاله قلق، فانا عايز اطمنهم اكتر واكتر. القلق ده طبعا قلق مشروع، حاسين ان يمكن تكون على الارض لسه حاجه مش واضحه مش معلنه، وان كان الحقيقه حضرتك كنت دايما بتطمني في اللقاء اللي كان موجود، كان عندك ثقه كبيره جدا، وزي ما يكون يعني كنت قريب جدا من مسرح الاحداث، وقلت لي على الفلوس، وتقول لنا كمان يا جماعه ان الزملكاويه كتير جدا هيدفعوا، وسبحان الله كمان الناس مش عايز تقول اسمها كمان كذا ملكويه، واحنا قادرين نعمل ده كله. وكنت كمان دايما تقول الصبر لجمهور نادي الزمالك، الناس دي بتشتغل بشكل كويس. فانا عايز اقول لحضرتك او عايزك تقول رساله لجمهور الزمالك اللي كان قلقان قوي قوي، ولقى في الاخر حاجه اتعملت على ارض الواقع بواقعيه. انا عايز اقول لحضرتك ان انت في 100 يوم سويت ديونك مع الاتحادات الكوره والباسكت والبولي والانديبول واتحاد الكوره، سويت ديونك مع الانديه تقريبا، اديت للعيبة الكورة اصلا اللي شايلين النادي جزء كبير جدا من مستحقاتهم، سديت ال 14 قضية اللي عليك، والناس استأنفت القضايا اللي جاية، لسه في مشاكل جاية تاني، بس لسه في مجلس ادارة ورجال الزمالك تاني برضه. فانا بطمن الناس طول الوقت، تأكدوا ان نادي الزمالك نادي كبير جدا مع مجلس ادارة محترم مركز جدا. لو شفت الناس دي اخر 3 4 ايام تحصات بقى ال 100 يوم، يعني الناس فاكره ان يعني الصفقات دي حصلت، مش هقعد احكي تفاصيل زي ما الناس بتطلع تقول، انما جهاز الناس عشان اخر وقت كنا لو بنفك القيد وبنعمل برضو الناس بتتفاوض على لعيبه وبتتفق على انديه هيروح لها لعيبه من عندنا ونعمل بدل في وهكذا يعني، انما في الاخر انا شايف الصفقات اللي جت في منتهى الروعه، ورغم ان هم اغلبهم صغيرين، العظمه بقى في وجود عبد الله السعيد، ان هو اللي هو اللي هيدي الولاد دي الثقه ويوقفهم على رجلهم، هم جايين كلهم منتخب اولمبي وناس لعيبه محترمه وكرايه وتبذل مجهود رهيب مع قياده حكيمه بقى من شيكابالا وعبد الله السعيد، والناس دي الفرقه شكلها هيختلف جدا باذن الله. ده على صعيد اللي انت فاهم اكتر مني يعني كراجل لعيب كرة كبير، انما انا بطمن الجماهير ان انتوا في ايد امينه، وتطمنوا وهتنبسطوا زي ما كلكم مبسوطين كده الايام دي، اللي جاي على الزمالك كله خير كله خير. طيب واحد مثلا ممكن يقول لك طب المدير الفني كان يجي في البدر شويه، ولا يعني زي ما حصل كده اخر الايام بعد ما جبنا يعني الصفقات. طبعا هو بيني وبينك كنا نتمنى المنطق ان هو يجي وينقي الصفقات، انما كمان ما تنساش
ان نادي الزمالك غني جدا، يعني بالظبط معتمد جمال شخصيا نقل لعيبه وقال اراءه في اللعيبه وعارف انه ماشي تقريبا. يعني احنا كل الناس ولاد نادي الزمالك حريصين على مصلحه الزمالك، مش حريص على مصلحته ان هو اللي يبقى اللي عمل. عشان كده انت شخصيا مستغرب ان في ناس كتير دفعت فلوس وما رضتش، مش عايزه حتى تقول اسمها. بالظبط، ودي وايه حاجه يعني في القيمه؟ منتهى طبعا ايه القيمه ان انت تقول اسمك ان انا عملت ولا ما عملتش؟ نادي الزمالك كلنا بنحبه وكلنا معاه وكلنا، هو اكتر حاجه بتسعدنا في الدنيا الزمالك. ما يمنع ان انت تقف جنب ناديك اللي بتحبه، اذا كان الناس اللي في المانيا وبره ومصر جوه في السعوديه في كل الدول العربيه بقفوا مع النادي سواء الزمالك او الاهلي محبيننا يعني. طيب كمان حاجه الحقيقه يمكن يعني بالنسبه لنا يمكن كزملكاويه مبسوطين بيها، او ممكن البعض يكون مستغربه شويه. كنت عايزك، انا عارف حضرتك قريب من الكواليس دي، الكواليس الاخيره بتاعت 4 5 ايام وفكره فرض السريه الغير طبيعي، وان انت العمل في صمت تماما وكل الناس تطلع تصرح تصريحات كتيره لكن يكون في فرض سريه، فانا عايز اعرف من قربك للكواليس ده اتعمل هو ازاي. كابتن ابو ليلى ده طبيعي الاصل في الحكايه انه عليك. يبقى سريه. اللي كان بيجرى لنا قبل كده هو ده اللي ما كانش طبيعي. ما هو ده سؤالي على فكره، ده جوهر سؤالي اللي ما حضرتك قلته. طيب ما هو بالتالي لما نرجع للطبيعي ايوه ان انت عشان تعمل صفقه لابد تبقى فيها في طي الكتمان وناس معينه اللي عارفينها، مش كل مجلس الاداره، الناس المعنيين بالصفقه هم اللي اتحركوا فيه وقولوا وصلوا لغايه فين. انا بشوف ان ده الطبيعي واللي بيعمله الانديه المحترمه في كل حته في العالم. وانت لا تصرح الا بعد ما نمضي وانت تمضي والناس تمضي، خلصنا كده في صفقه، لانها ممكن تيجي على اخر وقت بس وتبوظ، فبدل ما الجمهور ينبسط او يفرح. انما ده ما يمنعش بقى ان انت احيانا بتعمل جس نبض باسم مدرب باسم مش عارف ايه عشان نشوف رد فعل الجمهور الزملكاوي الفهيم عاجبه ولا لا. انما المرات الجايه احنا ده خد بالك، ده الميركاتو الشتوي بيتغير دايما عاده في 2 لعيب 3، فانت متغير 11 صفقه. ده عايز اقول لك ده معجزه ان انت في ميركاتو الشتوي تجيب 11 ليب، دي حاجه اصلا ما بتحصلش، صعبه جدا خالص. او تجيب 11، على فكره انا متامل فيهم خير واغلبهم هيبقوا كويسين جدا جدا وهيبقوا ركيزه للنادي لسنين جايه، لان هم مختارين بعتنا جدا تبع السكواد بتاع نادي الزمالك، وازاي بيجروا كم كيلو بميزاتهم وايه عيوبهم، مش مجرد لعيب عجبك شكله فجبته يعني. فانا باكد لك ان ده المنطق وان ده اللي الزمالك راجع له تاني ان شاء الله، وده اللي باذن الله هيبقى جاي وهيتطور عليه ان شاء الله. في يناير في الصيف بقى وعليه خير هتشوف صفقات تاني خالص اجمل واجمل باذن الله ان شاء الله. اوعدك برضه ببعت جمهور نادي الزمالك. دي حاجه الحقيقه يمكن رساله مهمه جدا، وان شاء الله كمان تكون الامور وضحت اكتر واكتر في نهايه الموسم وتبقى الامور طبيعيه برضو باذن الله يا استاذ جمال. طيب باذن الله. شفت بقى ازاي مشاركه نادي الزمالك في دوره طبعا الوحده اللي كانت موجوده في يعني ابو ظبي في دبي عفوا، بقى كاس دبي التحدي وبعد كده دوره الوحده، وشفت الفتره دي كلها ازاي؟ كانت طبعا خدنا بطوله يعني شرفيه وديه مع ناديين كبار، بس كان في الحقيقه اداء مهم جدا، كسبت اهلي جده وكسبت رجاء المحلي. يعني انا شخصيا بشوفها دوره وديه في الاول وفي الاخر، سواء كانت كويسه او وحشه استفدنا منها شويه استفادات ماليه، ركعت الثقه شويه لعيبه بقالهم كتير ما بيلعبوش ماتشات. وانا بشوف ان الدوره الاولانيه كنا وحشين فيها لان كان بقالنا فتره طويله جدا ما عملناش ماتشات، فلما عملنا ماتش في الثاني على الثالث والرابع بقينا كويسين جدا، بقى شكل شبه الزمالك. والزمالك على فكره مقابل الصفقات ويملك سكواد رائع بس مالوش احتياطي. يعني عندنا فرقه كويسه جدا 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 بس ناقصه لو حد اتصاب، لو مصطفى شلبي قعدنا من غير وينج ليفت فتره، لو الونش اتصاب قعدنا من غير سيرد باك مهمه فتره. الجديد ان احنا المره دي جايبين لعيبه كويسه جدا مع دول نعمل فريق، لان احنا الفتره اللي جايه هنلعب كل 3 ايام ماتش بالظبط، فضروري يبقى عندنا ناس تستحمل في ماتشات افريقيا غير ماتشات الكونفدراليه غير ماتشات الكاس والدوري وهكذا يعني. طيب حضرتك كنت موجود في بعض الصفقات اللي موجوده، انا مش عايز اقول اسمها لان خلاص انا محترم قرار مجلس الاداره مهما كان كل الناس كلها بتتكلم، لكن الناس ليها وجهه نظر ان هيعلنوا الاثنين الجاي. الناس ورا حسين لبيب ومجلسه. طب وكمان اي حد عمل اي شيء هو اعتبره حسين لبيب ومجلسه. انا عاجبني الحقيقه جدا الروح اللي شغالين بيها دي ومجموعات العمل اللي شغاله وفي صمت وفي سريه، لكن انا محترم ان هم قالوا ان الاعلان يوم الاثنين الجاي، لان احنا عارفين ممكن هنا لحد اخر يوم يحصل مستجدات كتير، هم عندهم وجهه نظر فنحترمها مهما كانت قال في الاعلام الفتره اللي فاتت. ده الحقيقه كلام في منتهى الاحترام، بس انا كنت عايز اعرف الكلام المباشر من غير ما نقول اسامي الصفقات، اللعيبه دي احساسها ايه وجايه نادي الزمالك في الظروف دي؟ هل عارفين مطلوب منهم ايه؟ انا كنت عايز حضرتك اكيد حضرتك حضرت جلسات لا لا شبه لا دي. احنا سمعنا كناس
وعزى رئيس نادي فيوتشر، هو بيقول لك ناصر ماهر كان مطلبه الاول والاساسي والاخير والمحل انه يجي نادي الزمالك. واحمد سليمان قالها كذا مره، قال لك كل لعيبه مصر عايزه تيجي نادي الزمالك، نادي الزمالك يملك روح في لعيبته وطريقه اداء وطريقه بتاع بتعلي الناس. على فكره ساسي لما جالنا كان جاي قاعد احتياطي في السعوديه، وبن شرقي لما جالنا كان قاعد احتياطي برضه في فرنسا. لا ده كان بيلعب ولا ده كان بيلعب، اللي علوا اسميهم قوي كده فرقه وجمهور نادي الزمالك. وبالتالي انا ما عنديش يعني ما عنديش غضاضه خالص ان اللي جاي كله هيبقى جميل. يا رب. يعني احنا ناصر ماهر عايز يجي الزمالك، عبد الله السعيد بقى له خمس ست سبع انتقالات عايز يجي الزمالك واحنا عايزينه. كل اللعيبه الصغيره دي حياته، الولد محمد عاطف بتاع طنطا ده، كل الناس دي انا متصور باذن الله تتالق باللعيب امبي اللي جبناه رائع. واللعيب بتاع اوغندا، كل اللعيبه دي باذن الله تتالق مع الزمالك او على الاقل يعني. وجود اللعيبه الكبار زي شيكابالا وعبد الله السعيد وكده. الحقيقه طبعا كلام يمكن مهم جدا، لكن برضو انا الحقيقه يمكن عايز اكمل تاني رؤيتك ان شاء الله يا رب باذن الله الفتره الجايه. حضرتك قلت لي فتره حاسمه، متوقع كمان الجهاز الفني الجديد، احنا عارفين انه في سي في قوي، طيب الانسجام ده شايفه ان شاء الله ممكن يحصل سريعا؟ هو الراجل عارف ان داخلين على مرحله حسم المرحله اللي جايه وماتشات مهمه جدا جدا. والله انا سمعت الكابتن حسين مره بيقول انه كان بينقي في احدى الاجتماعات، يعني بينقي مدربين، كان بدون كل واحد خمس ايام يحلل فرقه نادي الزمالك عشان ما يجيش على يعني يجي عارف يعني ايه زيزو ويعني ايه شيكابالا ويعني ايه فلان ويقول رايه في الفريق. فعجبني جدا فكره انه بيبعت يعني عايز اقول ان الراجل اللي جه ده عارف الفرقه دي. زي انترفيو، اكنه بتعمل انترفيو للمدرب يعني. لا ومحلل اداء فرقتك انت الزمالك من قبل ما يجي، فعارف اغلب مش جاي عمياني. يعني جاي وفاهم قدرات فرقتك وعيوبها وميزاتها وكده من قبل ما يجي. طب وبالتالي مش جالس هيتعرف على الفريق، هو تقريبا شبه متعرف على الفريق. دي الحقيقه نقطه مهمه جدا جدا فعلا، لو ده كان حصل يبقى ده برضو من ضمن الخطوات المهمه جدا. انا عجبتني جدا جدا من مجلس صراحه انه بيبعت للناس واديهم خمس ست ايام يحللوا الفريق ويشوفوه ويقولوا رايهم. كان فطبعا اللي جاي ده كده عارف، اتمنى له التوفيق طبعا. يعني مش احسن مدرب في العالم، وان كان ده في الظرف الموجود المتاح هو ده احسن حاجه موجوده في اللي اتعرض علينا. انما انا واثق انه باذن الله مع شخصيته، لان هم كمان منقيينه بمقومات اخرى غير التدريب، انه يبقى شخصيته قويه ويبقى مسيطر على اوضه اللبس ويبقى وهكذا شويه حاجات يعني. انا متاكد باذن الله، واهم حاجه في الدنيا الاداره، اداره اي حاجه هي اهم حاجه في الموضوع. كنت بقعد اقول لحضرتك دايما الاداره دي موجوده، الدنيا هتمشي لطيفه باذن الله. فاكر يا استاذ جمال لما قلت لحضرتك حسن الاداره يصنع حضاره، دي كلمه كنت بقولها بلا نقاش. اللي بتقوله مظبوط، اداره اي شيء في الدنيا هي الحكايه يعني. انا موافق جدا يا كابتن. طب استاذ جمال، انت عارف انت من ضمن لفت نظري حاجه مهمه جدا، طبيعه اختيار المدير الفني. انت عارف ان من ضمن الـ يعني السي في بتاع الراجل ده جوزيه جوميز ان هو اشتغل مع جوزفالدو فيريرا البروفيسور طبعا الكبير، اشتغل مع حوالي خمس ست سنين أكبر. فهو كمان عارف شويه معلومات عن نادي الزمالك، دي من ضمن الحاجات، ومتاثر بشخصيه جوزفالدو فيريرا، واشتغل على فكره كمان في المنطقه العربيه، اشتغل في نادي التعاون السعودي، اشتغل في نادي اهلي جده، واشتغل بنياس الاماراتي واشتغل لا ما هقول لك، ومذاكر الفريق قبل ما يجي. وطبعا اللي لعبوا ايام فيريرا مش اللي لعبوا دلوقتي، بس الشكل العام بتاع نادي الزمالك بناسه بطريقته بالاداره الجديده اللي موجوده، انا بشوف ان الموجود ده حصل انجاز يا جماعه في 100 يوم. وزي الناس اوفوا يعني وعدوا فاوفوا، اللي طبعا من حق الجماهير تقلى ودايما غضبانه ومستعجله، بس انت ما تمشيش على كده، انت تمسك راجل بتدير على كابتن حسين لبيب بصراحه برؤيه ثاقبه ورويه ومذاكره، واستعان بكل اللي يقدر استعان بيه فنيا وادبيا وماديا وكل حاجه. والله يا استاذ جمال الحقيقه دايما بستمتع بالحوار معاك، سواء لما كنت حضرتك حضرتك اللي استضفتنا الحقيقه، مش احنا اللي استضفناك. احنا كلنا واحد. لا ودايما صوتك متفائل جدا، محب وعاشق لنادي الزمالك، بتطمنا والله كلنا كزملكاويه، يمكن من قربك للكواليس والحاجات دي كلها، وكلنا فاكرين حتى المج اللي انت حاطه في مكتبك بتاع، انا افتكرته بتاع قناه الزمالك، المج اللي حاطه عندك في مكتبك بتقدمه لينا، بتقدم لي حاجه اشربها في مج زمالك.
ده مش بكيف، ده هم بيعملوه لوحدهم، الناس تيجي اصحابي زيك كده ياخدوا من عندي منه على طول. احنا عندنا واحد في قناه هبعت لكم الزمالك هو كمان القناه، مجر، انا حضرتك هبعت لكم شايفني 12 مش واحد. 12 مجر. باذن الله يا حبيبي، شرفتنا ونورتنا يا استاذ جمال، دايما بتطمنا شكرا يا الحقيقه كابتن، يا ورسائلك رب مهمه. دايما متالقين يا حبيبي، ربنا يخليك. وكلنا يا رب الزمالك يبقى اهم نادي في العالم زي ما هو في دماغنا وفي عينينا وفي قلبنا، اهم نادي في العالم ان شاء الله بايد المخلصين باذن الله. كل الشكر لحضرتك استاذ جمال العدل، كابتن. طبعا شرفتنا ونورتنا منتج السينمائي الكبير وكبير مشجعي نادي الزمالك. الحقيقه يمكن انا ما اتعاملت مع استاذ جمال اتفاجئت والله ما رحت عنده المكتب، زملكاوي حتى النخاع، زملكاوي يعني بالوراثه ابا عن يعني عيله كلها الحقيقه يعني زملكاويه، وبينتموا النادي بشكل كبير ومحب وعاشق ومهموم بقضايا نادي الزمالك. فدي الحقيقه يعني الواحد لازم حاجه يقولها شافها بعينه، ومبسوطين كمان على نوع التحرك اللي موجود من كل محبي نادي الزمالك، يمكن معظمهم على فكره من ضمنهم كمان استاذ جمال ما بيحبوش يذكروا اسمهم كتير، لكن يمكن احنا اللي الحقينا ان احنا نتكلم معاه، يعني فرصه برضو ندي لاي حد تعب فترات فاتت حقه، دي نقطه مهمه. طالما الناس بتشتغل باخلاص ومحترمه القياده اللي موجوده لنادي الزمالك وتصريحاته ان احنا كلنا في ظهر القياده اللي موجوده طبعا على راسها كابتن حسين لبيب بشكل منظم بشكل هادي بشكل طبيعي، لان انا كنت دايما باكد عليه، يعني انا متضايق جدا ان الزمالك اتحرم من الطبيعي فترات طويله، وشفته لما اتحرم فتره طويله من الطبيعي كانت تكلفته ايه، وتكلفته ايه من ماديات، وتكلفته ايه من العطله، وتكلفته ايه من ضياع بطولات، وتكلفته ايه من غرامات، وتكلفته ايه من حتى يبقى نادي الزمالك لسه في فرع واحد. ده كلام لا يليق تماما، والمحبين واللي عايشين مع نادي الزمالك فترات طويله ومدركين لتاريخه وعصره تاريخ الكبير لنادي الزمالك عارفين ان قيمه نادي الزمالك تستحق الكثير والكثير، وعارفين ان قيمه نادي الزمالك يعني اكبر من كده بكتير، وان الوجه الحقيقي لنادي الزمالك لحد دلوقتي لم يظهر بعد. ودايما نادي الزمالك الغريب فيه ان بس بمجرد شويه هدوء واستقرار بتلاقي تحركات فيها قفزات كبيره جدا، يعني مين النادي اللي يقدر يعمل 11 صفقه في يناير؟ الحقيقه دي نقطه برضو خطيره، مين النادي اللي يقدر في ظل الظروف اللي فيها عدم تدبير عملة، انك عليك غرامات كبيرة جدا، عليك مشاكل مع الارصدة في البنوك، عندك تجديد لعيبة، عندك لعيبة ما خدتش مستحقاتها، عندك مدير فني بيمشي وبيجيب واحد تاني، كل ده ولسه في حاجات تانية انا مش قادر افتكرها، وبتحاول تعمل تجديدات جوه الفرع الرئيسي وعينك على الفرع التاني اللي عايز تعمله. ايه النادي اللي بالتركيبه دي؟ وايه النادي اللي عنده ولاد ممكن يفضلوا مخلصين لحد اخر لحظه وعندهم استعداد يشيلوه في اي ظرف وفي اي وقت، بس تسمح لهم بس الفرصه او يعني تسنح لهم الفرصه ان يعني يقدروا يدعموا نادي الزمالك كمحبين وكمهمومين وكعشاق لنادي الزمالك. كمان على فكره من ضمن اللي احنا دايما بنتكلم عن موضوع المحبين، على فكره يمكن مستر جوزفالدو فريرا اللي انا لسه بقول لكم اشتغل مستر جوزيه جوميز معاه في كمدير فني كمساعد لجوزفالدو فريرا 6 سنين، اي حد بيعدي جنب نادي الزمالك بيتاثر بشكل كبير جدا جدا جدا. مستر جوزفالدو فريرا اقل من ساعه نزل تويته يعني بيدعم فيها نادي الزمالك، وبيدعم فيها طبعا المدرب الجديد، لان زي ما قلت لكم كان العلاقه مع جوزيه جوميز واشتغلوا مع بعض فتره طويله، يعني احد ابناء او احد تلاميذ مستر جوزفالدو فيريلا. طبعا مستر جوزفالدو فيريلا راجل يعني كبير في السن، لكن جوزيه جوميز عنده 53 سنه، فراجل اشتغل معاه فتره طويله، بيدعم فيها المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، بيدعم فيها نادي الزمالك، محب وعاشق لنادي الزمالك حتى عن بعد، متاثر جدا طبعا. اي حد بيشتغل في نادي الزمالك دايما بتلاقي بيحن ليه بشكل كبير، وبيشكر كمان فيه وبيشيد بيه وبيديله الثقه، وبيقول له كمان ان يعني اصبروا يا جماعه، الراجل ده مدير فني جيد. جيمز از ا جود كوتش، هو بيتكلم اهو از ا جود كوتش، اي ويش اول ذا بيست فور ذا نيو كوتش، بيتمنى التوفيق طبعا، كل التوفيق للكوتش الجديد وللزمالك ولجماهيره، بيتمنى التوفيق ليهم. جيمز از ا جود كوتش، بيقول لك ان يعني ان شاء الله طبعا الكوتش ده كويس جدا، وكمان ولازم نصبر عليه ونديله كل الدعم ان شاء الله للفتره اللي جايه. دي تحيات ويتا مهمه جدا من مستر جوزفالدو فيريرا. فدي كمان حاجه من الحاجات اللي كانت يعني برضو كنا لازم نقولها، ان اي حد بيعدي جنب نادي الزمالك بيبقى غصب عنه متاثر بنادي الزمالك. كنت عايز اتكلم سريعا جدا عن الصفقات. احنا الصفقات
بنسمع هنا وبنسمع هنا، ويمكن اغلبها بشكل كبير جدا ان شاء الله يكون محسوم، لكن نظرا طبعا يعني رغبه مجلس اداره في الاعلان عبر مؤتمر صحفي يوم الاثنين اللي جاي قبل اخر يوم قيد، يعني قفل القيد بيوم واحد، وزي ما قلت لكم قد يكون عندهم وجهه نظر متغيرات كتير، عندهم سيناريو عايزين يعملوه، فلهم كل التقدير ولهم كل الاحترام. المهم ان العمليه تمت. فخليني عشان اتكلم معاكم كمان في التفاصيل عن بعض الصفقات، لان انا عايز اقول وجهه نظر كمان واشيد الحقيقه بالواقعيه والسريه والطبيعي يعني بيتعمل في نادي كبير. خلينا بس نطلع لفاصل سريع وارجع اكمل مع حضراتكم تاني. يترقب عشاق وأنصار فريق الكرة بنادي الزمالك مواجهات قوية للفارس الأبيض خلال شهر فبراير بعد العودة من معسكر الإمارات والحصول على لقب كأس التحدي بدبي. ويخوض فريق الزمالك واحدة من أبرز كلاسيكيات الدوري المصري الممتاز أمام نظيره الإسماعيلي في 19 من فبراير الجاري بمنافسات دوري نايل، وفي 25 من فبراير يخوض الزمالك مباراة الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية أمام أبو سليم الليبي، حيث حسم الفارس الأبيض بطاقة التأهل مبكرا بعد الوصول إلى 10 نقاط. ويعود الزمالك لمنافسات دوري نايل المصري ويلعب أمام فريق الداخلية في 28 من فبراير، وينتظر الزمالك موقف لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري من تحديد موعد بعض المباريات المؤجلة، وعلى رأسها لقاء القمة أمام الأهلي. جماهير الزمالك تمني النفس بأن يكون فبراير من العام الجاري مصدر سعادة وأفراح وانتصارات داخل قلعة ميت عقبة. نرجع مع حضراتكم تاني. كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل عن الصفقات، انا مش عايز اتكلم مع الصفقات بالتفصيل لان زي ما قلت لكم احنا هنستنى لحد يوم الاثنين والاعلان الرسمي، بس كلنا يمكن عارفين ان يعني ايه الرتوش او الكلام اللي هنا او هنا ده كلام خلاص يعني معلن نتيجه حاجات كتيره جدا جدا، لكن الاعلان الرسمي له وجهه نظر اخرى، واحنا طبعا مع قرار نادي الزمالك قرار مجلس اداره نادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب. بس انا عايز اتكلم عن ايه؟ انا عايز اتكلم عن ان خلي بالكم من الحاجات الصعبة جدا جدا انك في يناير يبقى عندك المشاكل دي كلها وبتحاول تجدد لعيبة وبتحاول تجيب لعيبة من بره وتحاول تجيب صفقات رقم 11 صفقة تقريبا او 10 او 9 او حتى 8، على فكرة ده رقم كبير جدا لمثل هذه المرحلة وفي مثل ظروف نادي الزمالك اللي احنا فيها. فانا عايز اشيد بايه؟ عايز اشيد ان المجلس الادارة الحالي الحقيقة كل الوعود اللي قالوها وهم مرشحين الحقيقة لم تكن في الهوى، يعني كلام كله في 100 يوم ان ده يتم العمل بيه وان يتم تنفيذ الوعود وبمنتهى الهدوء ومفيش صخب ومفيش جعجعه ومفيش صوت عالي وبمنتهى، مش بس كمان كده، ده كمان انت لما بيخلصوا صفحه بيبصوا على وراها، يعني ما عندوش وقت يفرح. وانا كنت دايما بتكلم طبعا كل المرشحين ساعتها لما كانوا في يعني مرشحين على عضويه مجلس اداره، وبعد ما جينا نهنيهم بفوزهم بالمناصب او الحصول على مقاعدهم قلنا لهم ان انتوا كده ما عندكوش وقت تفرحوا. وبالفعل الاداء اللي موجود الحقيقه الفتره دي ان دي ناس مش فرحانه بالمنصب، دي ناس مكلفه بالمنصب، ناس مش فرحانه بالمنصب، ناس بتحترم رغبه جماهير نادي الزمالك وبتحترم ان عندها نادي كبير وعندها مسؤوليه كبيره اسمها جماهيريه كبيره نادي الزمالك طبعا، واكيد اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. فهنا الاداء وسرعته والقفزات اللي موجوده ومعدلات اللي انت ماشي فيها ب 100 يوم، طبعا انا مش بحسد بس يدل ان في ناس طبيعيه، ناس واقعيه، ناس مقدره المسؤوليه، ناس بالنسبه لها قصه مش شو اعلامي، مش كلام فاضي، مش كلام وخلاص. انا مش من طبيعتي ان انا على فكره اقول كلام مبالغ فيه، يعني اللي يعرفني جيدا ويعرف دايما تصريحاتي بخصوص اي مسؤول انا ما بحبش ان انا بالبلدي كده بيقولوا بنطبل، انا ما بحبش الكلام ده خالص، بس انا بحب اتكلم بمنطق، بحب اتكلم بعقل، بحب اتكلم بوقائع معايا على ارض الواقع. وعشان كده انا لسه مستني ومحترم الاعلان الرسمي يوم الاثنين لكل الصفقات. هقول لحضراتكم ليه؟ يمكن يجد جديد، الله اعلم، يمكن حاجات تضاف، يمكن حاجات يمكن ما يتمش تأكيدها، بس مجمل التحركات مريح، مجمل اللي بنسمعه مريح جدا جدا جدا. كمان عايز اشيد بموضوع السرية ده في ايه؟ عشان كده بتكلم على الصفقات. ما هو انا لما بقى في سرية في الاداء وفي سرية في انهاء الامور انا بمنع وبحجب اي حد تاني ممكن يزايد معايا على العيب.
ان انا ادخل كده اودي هنت لاي نادي تاني او اي وكيل لاعبين يلعب بالاحداث ويعلي الاسعار عليها زي ما كنا بنشوفها فترات كتيره جدا، فيوصل اسعار لعيبه الامور مبالغ فيها، وفي الاخر نتزنق تاني في القيد ونتزنق تاني في الدفع اللعيبه ويبقى عندنا غرامات. فهنا دي نقطه مهمه خلي بالكم ما ينفعش نتجاهلها، فقد يكون الصمت والهدوء ده كمان لمصلحه نادي الزمالك، ان انت بتشتغل امورك بصمت عشان منع المزايدات، منع لاي حد يلعب في دماغ اللعيب اللي انت عايز تجيبه، وطبعا فيها مكاسب تانية كتيرة جدا جدا. وعايز اقول من ضمن الحاجات المهمة طبعا فك القيد، من ضمنها وعدوا انه في مدرب اجنبي هيكون موجود والحمد لله تم التنفيذ، طبعا مع كل التقدير والاحترام لمعتمد جمال وكل اولاد نادي الزمالك المخلصين اللي في مكان معتمد جمال هيأدوا نفس الدور، كل التحية لاولاد نادي الزمالك. كمان لو خدنا بالنا كمان موضوع رفع الحجز في البنوك، موضوع حتى في تجديدات جوه النادي انشائيا زي موضوع الانترلاك والممرات اللي موجودة، ده كخطوة من الخطوات بيتكلموا ان خلال سنة ونص ان شاء الله يكون في فرع تاني مرحلة اولى باذن الله. فدي كلها حاجات على ارض الواقع لازم نشكرهم عليها ولازم نحييهم من العمل بصمت والعمل في هدوء والعمل بموضوعيه، وان هم مهمومين فعلا بالقضايا اللي فعلا مؤرقه جماهير نادي الزمالك طبعا ما فيش شك. طب معانا كمان زوم عشان اتكلمنا النهارده الحقيقه كان في اداء جيد جدا طبعا للمنتخب الاردني، معايا زوم من الاردن مع الاعلامي الاردني الاستاذ عبد الحميد حسن العداسي. مساء الخير استاذ عبد الحميد. استاذ عبد الحميد مساء الورد استاذ محمد ابو العلا، وتحياتي ليك ومن ارض النشامى الاردن لمصر ولقناه الزمالك. اهلا بحضرتك ومنورنا طبعا في قناه الزمالك، وتحياتي لكل اشقائنا في الاردن. طبعا الحقيقه يمكن بهنيك الاول على وصول المنتخب الاردني لنصف النهائي كاس اسيا، ويمكن احنا عارفين دايما يمكن الاردن بدايه تطوير الكره فيها طبعا كان على ايد البروفيسور الكبير جدا جدا والجنرال الكبير جدا جدا كابتن محمود الجوهري. فبدايه بنهنيك على وصول لنصف النهائي كاس اسيا، ونهني منتخب الاردن. استاذ عبد الحميد سامعني؟ شكرا ل الله يبارك فيك. ايوه انا سامعك. الله يبارك فيك، وبنقول انه الانجاز اللي تحقق هو ثمره من ثمرات الكوتش الكبير محمود الجوهري اللي قاد الاردن للدور ربع النهائي في اول نسخه شارك فيها الاردن كانت في الصين عام 2004، والان بعد خمس مشاركات في المشاركه الخامسه يتحقق انجاز تاريخي مع المدرب المغربي الحسين عموتة، ونتمكن من الوصول الى نصف النهائي لاول مره في تاريخ مشاركه الاردن. طيب في غالبا مشكله في الزوم نحاول معاه تاني، لكن في كل الاحوال احنا طبعا بنبارك للمنتخب الاردني، عارفين ان الكره الاردنيه تاثرت بشكل كبير جدا مع كابتن جوهري. لحد ما يجي المداخله تاني خليني بس اتكلم كمان على زي ما قلت لكم فكره التطوير، فكره العمل في صمت، عدم المزايده عشان نمنع ونحجب كل الايه بقى، كل مش عايز اسمي مسميات يعني غير لائقه، بس كل الناس اللي بتلموا على العسل يعني علشان نزايد ونغلي ونخطف حاجه من نادي الزمالك ونورط نادي الزمالك في عقد ونورط نادي الزمالك في قضيه ويبقى في مشكله في المستحقات، لا الكلام كله كان بمنتهى الهدوء. فلازم احيي الاداء، كلنا كنا كزمالكاويه مستعجلين من اول يناير، امتى امتى امتى؟ لا يا جماعه احنا لو اتكلمنا عن 100 يوم اللي حصل في 100 يوم ده ما بيحصلش في انديه كتير، وما بيحصلش في انديه غير عندها روح زي نادي الزمالك وعندها ولاد حقيقيين بيحبوا نادي الزمالك ومهمومين بقضايا نادي الزمالك. وعلى فكره الولاد الحقيقيين دول موجودين في كل حته، يمكن استاذ جمال العدل قال لي موجودين بره مصر، موجودين في اوروبا، موجودين في كل حته دول عربيه، لكن ممكن يكونوا كانوا مستنيين الوقت المناسب، كانوا مستنيين المناخ الصحي، كانوا مستنيين الامور تبقى مش ضبابيه، الامور واضحه، مستنيين باختصار كده امور طبيعيه. نادي الزمالك في الامور الطبيعيه بيثبت ان هو دايما في حته ثانيه فعلا، لان الانديه كتير لو كان حصل لها ربع اللي بيحصل في نادي الزمالك كانت الامور كانت ممكن تكون الانديه تتلاشى، لكن من سر عظمه وسر كبر نادي الزمالك ان يفضل موجود وعنده وجود في ظل كل العثرات وكل المشاكل الكبيره جدا اللي تعرض ليها نادي الزمالك. فعشان كده الواحد يمكن متفائل باذن الله بطبيعه المرحله اللي جايه، العمل بتاخد بالاسباب زي ما بنتكلم دايما، ناس كل واحد مسؤول عن ملف، يمكن شفنا الكلام ده في استاذ عمرو ادهم في فك القضايا والقيد، شفنا الكلام ده في الصفقات اللي بنشوفها مع كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد، طبعا في وجود كابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره،
وشفنا كمان اللي ليه علاقه بفك الارصده في البنوك، ان كان عندك مشكله في الارصده في البنوك، الجدوله مع الضرايب، في عندك مشاكل كتير جدا كلها طبعا بقياده كابتن حسين لبيب لاداره هذه الملفات كلها وكله مكلف. شفنا كمان حقيقه عدم منظره، فدي الحقيقه من الحاجات اللي احنا بنحيي مجلس اداره الحالي لنادي الزمالك. الحقيقه لازم نفخر بوجود مجلس اداره يليق بحجم نادي الزمالك، ناس عارفه ان هم في مسؤوليه ومهمه، مش في فسحه، مش في واجهه اجتماعيه. اكيد اي حد فينا اسمه ارتبط بنادي الزمالك هو اصلا عنده واجهه اجتماعيه، لكن لما تكون مدرك وعندك من العقل وعندك من الحكمه وعندك من الرشد ان انت تعرف ان التحول ده لشيء ملموس على الارض وشيء يقدر يكون فيه انجاز للناس اللي حملوكوا المسؤوليه وللعشاء اللي ورا نادي الزمالك، وقد ايه قيمه المسؤوليه الكبيره اللي انت شايلها، وكمان كانت في ظروف صعبه، فدي الحقيقه طبعا من الحاجات اللي لازم نحيي فيها المجلس الحالي. وزي ما قلت لكم انا مش من عادتي ان انا اطبل وهلل، لكن دايما بتكلم يعني بعد وقائع وبعد قرارات لمصلحه نادي الزمالك. رجعنا تاني بقى هاتفيا الاستاذ عبد الحميد حسن من الاردن، الاعلامي الاردني. استاذ عبد الحميد حسن العداسي، استاذ حميد مساء الخير عليك تاني. مساء الفل مره ثانيه وتحياتي لكم من ارض السماء الاردن الى مصر الحبيب. كنت بتتكلم قناه الزمالك وجمهورها. اهلا بيك طبعا ودايما بقول لك تحياتي ليك تاني. كنت بتكلمني عن الانجاز من 2004 كابتن جوهري، والحقيقه دلوقتي حسين عموته المدير الفني المغربي، ويوصل بالانجاز لان يوصل لنصف النهائي في كاس اسيا. بس خليني اقول سريعا ان كابتن جوهري وصل لدور الثمانيه في كاس اسيا، كانت للمره الاولى مشاركه المنتخب الاردني، كمان حصل على برونزيه البطوله العربيه مع المنتخب الاردني. ولازم كمان اشيد بكابتن حسام حسن اللي كان ليه طفره كبيره برضو مع المنتخب الاردني، وصل معاه الملحق طبعا تصفيات كاس العالم، ويمكن قابل فريق قوي جدا في الوقت ده كان اورجواي. اتفضل. زي ما انت قلت تحياتي لك كابتن ابو العلا. طبعا بالنسبه للمشاركه الاردنيه في كاس اسيا طبعا مع كابتن محمود الشهر كما زي ما قلت، وحسام حسن واللي وصلنا وقتها الملحق المؤهل لكاس العالم البرازيل، وانتزع وتعادل الاردن تعادل سلبي مع الاورجواي، وقتها كان المنتخب الاورجواي مدجج بالنجوم كلويس سواريز وكافاني، فكانت ايضا بصمات الكابتن سوري الله يرحمه وكابتن حسام حسن. والان في كاس اسيا في الدوحه نصل نتخطى محطه ربع النهائي بعد ما وصلنا لدور ربع النهائي ايضا في نسخه 2011 مع المدرب العراقي عدنان حمد. هاي الدوحه يعني وجهه حلوه دائما على المنتخب الاردني. المنتخب الاردني كان خاض فترة إعداد كانت نتائجها غير مرضية للشارع الأردني، لكن سرعان ما دخل المنتخب الأردني مباريات كأس آسيا في الدوحة، حقق رباعية على الفريق الماليزي، رباعية نظيفة، وبعدين في المباراة الثانية تمكن من تسجيل تعادل مهم مع الشمسون الكوري، كوريا الجنوبية اللي فيها لاعبين كسون في توتنهام، وفي المباراة الثالثة خسر من المنتخب البحريني لكنه تأهل كأفضل ثالث. في دور ال 16 في سيناريو هيتشكوكي تمكن من التغلب على المنتخب العراقي 3-2، واليوم انتزعنا حققنا الفوز على منتخب طاجيكستان اللي اتعب المنتخب الاردني قبل اشهر قليله في تصفيات كاس العالم، وتغلبنا عليه بهدف مقابل لا شيء، وسط مؤازره جماهيريه اردنيه حاشده في قطر وحضور رسمي يتقدم رئيس الاتحاد الامير علي وولي العهد الامير حسين اللي كان الذي تحول اليوم الى مشجع، ووسط مؤازره رسميه وشعبيه هائله لتنطلق بعد المباراه الاحتفالات
حتى الآن في شوارع الأردن المختلفة. طبعا الحقيقة طبعا يعني بنشكركم او عفوا بحييكم وبقول لك الف الف مبروك للمنتخب الاردني والشعب الاردني الشقيق، وان شاء الله تمنياتنا لكم بالتوفيق. طبعا ده عارفين عندكم ماتش مهم جدا مع كوريا الجنوبيه، ان شاء الله تكون انجاز كبير ويضاف للمنتخب الاردني. كل الشكر للاستاذ عبد الحميد حسن الاعلامي الاردني طبعا من الاردن الشقيقه، كل الشكر لحضرتك. كنت هرجع اكلم حضراتكم تاني سريعا جدا جدا عن فكره ان انا يعني الحقيقه بوجه الشكر للمجلس الاداره عن الفتره اللي فاتت، وكمان في تقليد جديد الحقيقه اتعمل ان انت فكره انك يعني بتشكر الراحلين، دي برضو كانت من الحاجات الحقيقه اللي كانت يعني في غايه الاهميه وحاجه مشرفه بشكل كبير. بس هنيجي لوقتها، بس خليني اخد مع حضراتكم الاخبار سريعا جدا جدا. بدايه على ذكر يعني شكر الراحلين، توجه الشكر طبعا الزمالك وجه الشكر لمحمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الاول، وطبعا يعني كان الشكل الرسمي اللي طلع وجه مسؤول نادي الزمالك شكر لمحمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق بعد رحيله عن النادي بشكل رسمي خلال الفتره الماضيه بعد التعاقد مع مدرب حراس اخر في الجهاز الفني للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بمنصه التواصل الاجتماعي فيسبوك رساله خاصه يوجه فيها الشكر لعبد المنصف بعد الاستقرار على رحيله بصوره رسميه. كمان نادي الزمالك اعلن عن رحيل 8 لاعبين بشكل رسمي خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه، وبرده من خلال فيسبوك نشر الزمالك صوره للاعبين الثمانيه الحقيقه بشكل جميل جدا وشكل يليق باي حد لبس تيشيرت نادي الزمالك، لازم نوجه له الشكر. وعلق عليها طبعا نادي الزمالك بالقول شكرا لكم على ما قدمتموه في الفتره الماضيه وبالتوفيق في المستقبل. والقائمه اللي رحلت طبعا فيها عبد الله جمعه وعمر السيسي وحاتم سكر ومحمد طارق محمد حسام بيسو ومصطفى شكري وكريم عبد الحق واحمد زكي. الحقيقه ده تقليد الحقيقه عجبني جدا جدا برضو، وفي شيء من الطبيعيه وفي شيء من التقدير والاحترام ايا كان العلاقه الانسانيه لا يمكن تنتهي لما بيكون في انت حاسس انت مقدر من خلال المؤسسه الكبيره اللي انت اشتغلت فيها، ودي امور كنا يعني محتاجينها ان يبقى امور تتحط في مكانها الطبيعي. كمان احمد فتوح الحقيقه طبعا كان قلقنا جدا قصه فتوح من البدايه كاختيار في المنتخب وانك مصمم تلعبه كمستر يعني فيتوريا، لكن خلاص يمكن يعني ادي الله وادي حكمته فتوح اصابته هيقعد فيها شهر ونص نتيجه طبعا الاصابه الاخيره في كاس الامم الافريقيه طبعا، والمباراه اللي احنا عارفين كلنا ان فتوح اتصاب فيها. والتشخيص المبدئي الاصابه قال تعرض فتوح مع المنتخب طبعا في عباره عن شد في الخلفيه، لكن بعد خضوع الفحوصات الطبيه تحديد نوع الاصابه تم تشخيصها بمزق في العضله الخلفيه، وان المقرر ان يغيب فتوح لمده شهر ونصف. طبعا المزق ده طبيعي ما يكون حد مش فت 100% وتلعب في الريتم ده، طبيعي انك هتتمزق، ودي كان من ضمن الالغاز اللي احنا كنا مستغربين فيها انه مصمم يحطه في الريتم العالي ده وهو مش جاهز بدنيا، وان شاء الله يرجع تاني مع الفريق طبعا بعد انتهاء فتره العلاج وهيتحط له برنامج خاص ليه. وان شاء الله بكره الزمالك يستلم تدريبه يوم السبت ان شاء الله من بكره، وطبعا اكيد يعني ممكن بكره او بعده يكون في وجود المدير الفني الجديد. كمان نروح للاعلامي الكبير معايا على التليفون الاستاذ عبد الله الكعبي، والحقيقه كبير الزملكاويه كمان في الامارات ودايما بيشرفنا في قناه نادي الزمالك. استاذ عبد الله مساء الخير حضرتك. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك ومنورنا دايما في قناه الزمالك وتحياتنا لحضرتك ولشعب الامارات الشقيق. اتشرف في اي لحظه طبعا. اهلا بيك. طبعا الحقيقه طبعا لو دخلت معاك على طول، طبعا الزمالك كان متواجد الفتره الاخيره في دوله الامارات، شفت الدوره الاخيره دي ازاي وانا عارف ان حضرتك كنت متابع ليها بشكل جيد. صحيح الفريق الزمالك اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني اللهم ديم ادم نعمه الامن والامان على مصر، ان شاء الله نشوف الرياضه المصريه في تقدم سواء الفرق المصريه او المنتخبات المصريه. فريق الزمالك طبعا شارك في بطولتين في عاصمه دوله الامارات ابو ظبي وكذلك في دبي. اعتقد البطوله اللي كانت في دبي كاس دبي للتحدي كانت متطلباتها اكبر من ابو ظبي، انا طبعا هاي وجهه نظري الشخصيه. عامل انسجام، عامل ممكن يعني تأقلم اللاعبين مع المدرب ممكن مع الجو أرضية الملعب، عموما أعتقد كان معسكر أو بطولة ودية ناجحة بكل المقاييس لفريق الزمالك أو حتى الفرق اللي مشاركة في كأس دول التحدي أو حتى دورة نادي الوحدة اللي كانت في دوله الامارات العربيه المتحده في ابو ظبي. طيب شايف ازاي بقى، طبعا اكيد حضرتك متابع وانا عارف ان حضرتك متابع بشكل كبير، الفتره الاخيره دي عملت طفره او كان جمهور الزمالك بشكل كبير مستني تحركات سريعه جدا الحقيقه. يعني مجلس اداره نادي الزمالك كان عند الميعاد او في الميعاد زي ما بيقولوا، شفنا رفع القيد
قول لي تاثيره ايه على نادي الزمالك، رفع القيد طبعا، رفع ايقاف القيد عفوا. شفنا كمان مدير فني اجنبي، شفنا يعني صفقات ان شاء الله باذن الله تكون عدد كبير، داخلين على مرحله حسم بعد كمان الاستفاده من معسكر الامارات. شايف باذن الله الرؤيه للمرحله اللي جايه ازاي؟ اعتقد موضوع القيد يمكن عاد اروح لفريق الزمالك. موضوع مهم طبعا، موضوع القيد، تسجيل اللاعبين الاجانب، تسجيل ممكن اللاعبين المواطنين المصريين. اعتقد يعني الإدارة الاستاذ حسين لبيب او حتى الاسماء الموجوده في الاداره، الاسماء الجميله، حدثت نقله في نادي الزمالك، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لهم في قادم الايام. موضوع طبعا الصفقات الكبيره لنادي الزمالك، شفنا بعض الاسماء اللي اعتقد بتشكل اضافه لنادي الزمالك، وحتى الاسماء اللي غادرت نادي الزمالك يشكرون طبعا على الجهود في، وطبعا هاي امكانياتهم مع نادي الزمالك، صفقات كبيره، مدرب اجنبي محترم، مساله قيد موضوع اعتقد مهم. هو اعتقد في اهم شيء في موضوع الزمالك هو طبعا ملف مشكله القيد. اعتقد اداره نادي الزمالك حلت هذا الموضوع اللي ممكن كان شائك في الايام الماضيه. باذن الله تعالى طبعا يعود فريق الزمالك الى سكه الانتصارات والبطولات والالقاب. موضوع يعني القيد وتسجيل اللاعبين الاجانب والصفقات طبعا الناريه الكبيره اللي شفناها، بعض الاسماء الجميله انا اتكلم عنها كذلك في البرنامج عندي، نعتقد يعني الصفقات بتشكل اضافه لفريق الزمالك، واعتقد فريق الزمالك لازم يفكر افريقيا كذلك. على اداره نادي الزمالك التفكير كذلك، افريقيا حتى يعود فريق الزمالك على المستوى القاري، المستوى القاره السمراء. يشكر طبعا الاستاذ حسين لبيب والاداره، اتمنى ان شاء الله من جمهور الزمالك دعم الاداره، دعم الاسماء الجميله، الوقوف خلف هذا النادي الكبير، الصرح الكبير في مصر. باذن الله طبعا يعود الزمالك ان شاء الله الى البطولات والالقاب. طيب استاذ عبد الله، انا عارف كمان ان يمكن مستر جوزيه جوميز اشتغل في الامارات فتره من فتراته ودرب فريق بنياس الاماراتي، فعايز اعرف يعني رايك في تعيين المدير الفني جوزيه جوميز لنادي الزمالك. صحيح، جوميز له تجربه جميله في مع نادي بنياس، طبعا التابع لاماره ابو ظبي، مدرب كبير، سي في محترم، اعتقد اضافه لفريق الزمالك، واعتقد المدرب الاجنبي هو الانسب حاليا لفريق الزمالك او حتى الفرق الثانيه. طبعا كل احترامي وتقديري طبعا للمدربين المصريين المميزين في مصر، ولكن اعتقد مدرب عارف الفريق، عارف الطابع الخليجي والعربي، متابع طبعا للكره الخليجيه والعربيه، متابع طبعا للفرق، وعارف التكتيك العالي، خاصه الان طبعا التدريب تغير، التكتيك تغير. مدرب جوميز واعتقد بيحدث نقله ان شاء الله لفريق الزمالك. انا بعطيك مثال سريع طبعا لو سمحت يعني. تفضل. نتكلم طبعا عن المدرب عموته مع منتخب الاردني الشقيق. حدث نقله لمنتخب الاردني. قبل البطوله الصحافه الاردنيه هاجمت هذا المدرب بشكل كبير. سبحان الله. الله وفقه ويسر اموره ووصل للمنتخب الاردني الى نصف النهائي. بالجانب الاخر السيد وليد الكراكي مدرب المنتخب اللي طبعا نقل في الكره المغربيه في كاس العالم في قطر، ولكن اخفق في كاس افريقيا. انا الرساله اللي بوصلها الصبر على المدرب. هذه هي الرساله. رساله مهمه جدا. اصبر على المدرب. جدا، اصبر على المدرب. مباراه مبارتين ثلاث اربع خمس. واعتقد يعني بيحقق عقب نتائج ايجابيه مع فريق الزمالك. المدرب ما يمشي الا مع ادوات الفريق، وانت عارف يعني لازم في ادوات تساعد المدرب على انجاح المنظومه الرياضيه او منظومه الفريق بشكل عام. اتمنى ان شاء الله التوفيق لهذا المدرب مع الفريق المميز. يعني الزمالك لازم يعود ان شاء الله، يعني يعود الزمالك، تعود المتعه والاستمتاع للدوري المصري. الدوري المصري تراجع في السنوات الماضيه، لابد ان يعود مره ثانيه الى الواجهه الافريقيه اكثر من الدوريات. وطبعا شفنا المنتخب المصري في كاس افريقيا، المنتخبات الافريقيه تفوقت على المنتخب المصري رغم طبعا الدوريات ممكن الضعيفه في افريقيا.
عكس الدوري المصري كان يمكن دوري يمكن جيد، ولكن اغلب اللاعبين المحترفين طبعا محترفين في اوروبا، هذا طبعا اللي اعطى انعكاس لقوه المنتخبات الافريقيه. كل الشكر طبعا للاعلامي الكبير الاماراتي الاستاذ عبد الله الكعبي، كل الشكر لوجود حضرتك معانا وعلى التوضيح طبعا الخاص كمان بمستر جوزيه جوميز. كمان كنت بكلم حضراتكم سريعا على التقليد الجديد اللي موجود، ان انت بتشكر اللعيبه الراحلين، وعلى فكره يعني الطبيعي ان انا وانا بشكر اللعيبه الراحلين ما لهمش بعد كده موجودين في ساحات الشكوى زي ما كنا ساعات بتبقى موجوده، وبيكلفنا للاسف كتير غير الصوره الذهنيه اللي احنا كنا مصممين نغيرها، ودي على فكره من اهم انجازات مجلس اداره في الوقت الحالي، تغيير الصوره الذهنيه زي ما وعدوني هنا كمرشحين لمجلس اداره نادي الزمالك. جزء من تغيير الصوره الذهنيه ان بشكر اللعيبه اللي ماشيه، وده امر طبيعي جدا، دايما بتكلف في اطار الطبيعيه على فكره، الامور الطبيعيه، ان انا لما بجيب مدير فني بجيبه بشكل معين، بدرسه، بدرس كل السي في بتاعه، بجيب لعيبه بشكل فيه تحديد المراكز، عدم المزايده في دخول مع انديه واسعار مبالغ فيها، وابدا ابقى انا الخسران الاكبر والخسران المبين زي ما بيقولوا دايما نادي الزمالك بيتكلف ارقام كبيره. التركيز على الاحتياجات الفنيه للعيبه، عدد لعيبه مش قليل، مدروس انت عايز تجيب في انهي مركز، وفقا كمان لسياسه النادي الماديه، الظروف اللي موجوده الحاليه، وفقا ان انت كمان في ازمه في تدبير العمله، فتعاملت مع كمان بعض اللاعبين اللي يمكن ما يكونش عددهم كبير، انك بتجيب لاعب محترف، حتى لما ممكن تجيب لاعب مثلا ممكن يكون عندك صلاحيه انه تأيد مش كلاعب يعني مش كلاعب محترف، فدي نقطه الحقيقه برضو من الحاجات المهمه. فالدراسه دي بشكل عام بتخلي الامور هادئه، تخليها اقرب ان انت بتاخد بالاسباب، وزي ما استاذ عبد الله ساعات كعبي زي ما اتكلم ان ساعات ما تكون الدنيا كلها تبقى ضدك والدنيا صعبه، لكن لما انت بتاخد بالاسباب وتكون متوكل على ربنا ساعات ربنا بيسهل الامور. فالرساله هنا كبيره، رساله واضحه، فانا عاجبني الحقيقه طريقه المعالجه، طريقه التعامل مع الازمات، اصحاب القرار واصحاب الحكمه بيبانوا في التعامل مع الازمات، جزء مهم جدا ان انت تعرف تدير الازمه. نادي الزمالك ما يخفاش على حد، ال 100 يوم اللي فاتوا كان واخد تركه صعبه جدا جدا مجلس الاداره الحالي، وواحده واحده بيحاول يفك الخيوط، واحده واحده يمكن دافع اكتر ممكن من 600 700 800 مليون جنيه الفتره اللي فاتت، ما بين رفع طبعا ارصده البنوك، الحجز على ارصده البنوك، رفع ايقاف القيد، تعاقد مع مدير فني اجنبي، تخليص المدير الفني القديم بفلوسه ودولاراته مستر اسوريو، تعاقد مع لاعبين كتير ان شاء الله يتم الاعلان عنهم يوم الاثنين اللي جاي، كمان بيرحل عنك لعيبه بشكل هادي بشكل منظم، بتشكرهم وبتديهم حقوقهم عشان ما يبقاش في ديل تاني انت ممكن تتكلف فيه فلوس، وندخل تاني في دايره اهدار المال العام، وندخل تاني في دايره اللي هي ايه انك بتهدر اموال كتيره جدا. يعني كل اللي اتعمل ده، تخيلوا كل اللي اتعمل ده 700 800 مليون جنيه، ممكن كمان لسه عندك بعض القضايا ما اتحلتش، بس نجحت الى الان في كل اللي انت باذن الله عملته، لكن تخيل كل اللي عملناه ده مش عشان بس تبني انت، بس عشان تعدل نادي الزمالك وتحسن او تصحح مساره، بس يمشي في التراك الطبيعي لنادي يليق بنادي الزمالك. فدي الحقيقه نقطه في غايه الاهميه، وانا تاني بحب اوجه الشكر للاعبين الراحلين، بحب اوجه الشكر طبعا عبد المنصف كمدرب حراس مرمى، يعني خلاص تم الشكر ليه، بحب اوجه التحيه على الوفاء بالوعود من مجلس اداره نادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب. بعد الفاصل نستقبل الكابتن طيار اشرف حماده امام، لكن كمحلل رياضي على فكره محضر لنا ارقام مهمه ورايه مهم على فكره في كره القدم، محضر لنا شكل مختلف نستقبل بيه كابتن اشرف حماده امام. استنونا بعد الفاصل. قدم نادي الزمالك الشكر لثمانية من نجوم فريق الكرة بالنادي معلنا رحيلهم عن الصفوف البيضاء خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية، وضمت الأسماء التي تقدم الزمالك لها بالشكر كلا من عبدالله جمعة وعمرو السيسي وحاتم سكر وأحمد زكي ومحمد طارق ومصطفى شكري ومحمد حسام وكريم عبد الحق. ولم يقصر نجوم الفارس الأبيض الثمانية خلال مشوارهم بصفوف الفريق، حيث قدموا كل ما لديهم من مجهود وافر للعلو باسم القلعة البيضاء والدفاع عن ألوانها وشعارها. كما تقدم نادي الزمالك بالشكر لمدرب حراس المرمى محمد عبد المنصف على الفترة التي قضاها داخل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول وعدم تقصيره في مهمته خلال الفترة الماضية. وتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق فيما هو قادم للنجوم الذين تقدم لهم بالشكر، ويستعد مجلس إدارة نادي الزمالك للإعلان رسميا عن الصفقات الجديدة
التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال الساعات المقبلة وسط ترقب من أنصار ميت عقبة. نرجع تاني مع حضراتكم نستقبل الكابتن اشرف طيار حماده امام، اشرف حماده امام كابتن طيار سهل. وكمان نتكلم بقى النهارده بثوب المحلل الرياضي، الحقيقه ليه دايما افكار حقيقه مميزه وسمعته في اكتر من مره وبيبقى محضر لنا ارقام مميزه جدا جدا وليه وجهه نظر مختلفه في قراءه كاس الامم الافريقيه، وممكن كمان نساله عن نادي الزمالك. خلينا نستقبل الكابتن اشرف حماده امام، اهلا بيك. اهلا وسهلا كابتن محمد، وانا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك بعد اسبوعين من اخر مره، وان شاء الله الناس تطلع بحاجه جميله في الحلقه دي يعني. ان شاء الله، وزي ما عودتنا بشويه ارقام كده بتبقى مهمه ممكن نقرا بيها كاس الامم بطريقه مختلفه، لكن هبدا معاك بنادي الزمالك. النهارده كان في تعاقد مع مدير فني برتغالي مستر جوزيه جوميز، قول لي رايك في التعاقد ده ايه؟ طيب، اول حاجه من الحاجات الجميله جدا هو التعاقد مع مدرب صغير في السن، برتغالي الجنسيه، 53 سنه، ليه تجارب كويسه جدا في الدوري السعودي والدوري الاماراتي. وكان كابتن ابو علي زي ما انت عارف هو كان مساعد لفيريرا، جوزيه فيريرا. طبعا، وفي صوره منتشره جدا لو عايزك تشوفها على الفيسبوك وكده، هما لابسين نفس اليونيفورم ونفس البدله، وهو الراجل سالت عليه بقى في السعوديه يا كابتن ابو العلا، اكتشفت شويه حاجات يمكن ما حدش لسه قالها في مصر خالص، فاحنا هنتكلم فيها. هو بيمتاز بالناحيه التكتيكيه جامد جدا، شخصيه قويه جدا، بيلعب على الاطراف، بيستغل الاطراف. احلى حاجه اتقالت لي سالتها من مدرب مصري كان عايش في السعوديه وكان بيلعب ضده، كان بيقول لي ان هو اللعيبه الحريفه او النجوم كان دايما يفضيها. يعني ايه؟ فقلت له يعني ايه يفضيها؟ ايه الكلمه الغريبه اللي انت بتقولها لي دي؟ قال لي يعني ما كانش بيزله يخليه يرجع ورا يدافع يعمل فرامل جهد، لا، يقول لك اللعيب الحريف اخليه دايما اعرف استفيد بيه من الناحيه الهجوميه. وفر مجهود. واحنا بقى ما اكتر الحريفه اللي جات لنا امبارح، عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر وشيكابالا وزيزو، بقى عندك حريفه ما شاء الله كتير جدا. الراجل بيمتاز، اول واحد ابتدى في السعوديه يلعب بطريقه 4-3-3، كانوا زمان بيلعبوا في السعوديه ب 4-4-2 في سنه 2018 والكلام ده، هو اول واحد غير الخطه ل 4-3-3، وكان في انقلاب كبير جدا في السعوديه ان ازاي يغير الخطه لكده. راجل عنده فكر، عنده وجهه نظر، شخصيته قويه، سنه صغير، لو انت تشوف صوره في التلفزيون هتلاقي 53 سنه صغير، مفيش بقى الناس الكبيره مش عارف اللي عنده 75 و85 والكلام ده، لا، ده شاب صغير وفكره كويس، ان شاء الله يبقى حاجه كويسه للنادي الزمالك. كان في تويتر مستر جوزفالدو فيريرا بيشكر فيها جدا وبيدعمه بشكل كبير جدا، وبيقول ان هو جوميز مدرب كويس، اصبروا عليه وكل الدعم يعني ليه، ادعموه. ايوه، فقعد معاه 6 سنين كمساعد. طيب، هو واخد شارب من فيريرا، فيريرا اكيد مرشحه لمجلس الاداره، طبعا احنا ما نعرفش التفاصيل بس اكيد طبعا هو مرشحه. مثل اي ويش يو اول ذا بيست فور ذا نيو كوتش، ابن من ابنائه، تلميذ من تلاميذه، علمه الفكر بتاعه، عرفه ايه هو نادي الزمالك. النادي ليه جمهور وليه شعبيه في افريقيا وفي مصر وفي كل حاجه، فهو اكيد ليه دور طبعا مستر فيريرا، بس انا ما اعرفش، بس اكيد هيبقى ليه دور في ترشيح المدرب ده. ده يخليني اسالك كمان، انت اتكلمت عن وجوده في السعوديه، خلينا نعرف الناس ان هو درب فريق اهلي جده. أيوه. في السعوديه، ودرب فريق التعاون السعودي، واشتغل معاه على فكره في اهلي جده. طبعا كان احد كباتن نادي الزمالك في الوقت الحالي محمد عبد الشافي لما كان بيلعب في اهلي جده، فهو درب محمد عبد الشافي قبل كده، وقبل كده كان دي تجربه في التعاون السعودي، درب فيه عصام الحضري وعماد متعب ومصطفى فتحي لما لعبوا في التعاون السعودي. هو اشتغل في المنطقه العربيه، عنده علم شويه بطبيعه اللعيب المصري. طبعا هو عنده تجربه في التعاون السعودي وعنده تجربه في الاهلي جده، بس تجربته كانت في التعاون السعودي زي ما انا قلت لحضرتك، انا سالت المدربين المصريين اللي اشتغلوا ضده، يعني كانوا بيلعبوا ماتشات ضده، قال لي تجربته في التعاون السعودي كانت اقوى بكتير من تجربته في اهلي جده. عشان كده ما بيش يجابوه تاني التعاون السعودي. طبعا وليه كان مفاوضات يا كابتن محمد، بس يعني احنا مش عايزين نتكلم فيها، وكان احد الانديه الكبيره جدا في مصر هنا والمنافس التقليدي لنادي الزمالك، كان في بعض الاوقات كان تم الاتفاق معاه في انه يجي للنادي ويمسك النادي، بس طبعا حصل مشاكل وما كملش العقد بتاعه، لكن هو دايما مرشح عشان ما يطلعلكش حد بعد شويه يقعد يقول لك اصل نتائجه، اصل كذا، اصله بيسيب فرق كتير، بيلعب ماتشات وبعدين يسيب المنتهى الفرق بتاعته. لا، هو من المدربين كويسين جدا، عنده فكر هجومي، في بعض الفرق في مصر هنا الكبيره جدا كانت بتتفاوض معاه، بس هو الموضوع بتاعه ما مشيش ساعتها. انت كنت يعني الحقيقه انا عارف انت يعني عندك
او اسالك بطريقه مباشره، وجهه نظرك في المدربين البرتغاليين بشكل عام معانا في نادي الزمالك، هل حظهم بيبقى ماشي اكتر؟ هل بينسجموا سريعا؟ والله يا كابتن بص، احنا لو مسكنا كده من اول ما ابتدينا يا كابتن ابو العلا، يمكن انت يا كابتن ابو العلا كنت بتلعب، يعني ابتدينا البدايه مع نينو فنجان، لعبت معاه صح؟ لعبت معاه طبعا. اول من ادخل 4-4-2 بعد ما كانت مصر كلها بتلعب 5-3-2، وانت فاكر القصه دي، كان الجوهري وفايسا وكل الكلام ده بيلعب 5-3-2، فجه فنجاده بالفكر بتاعه الهجومي، وانا احب هنا برضو على فكره احيي في ادب جبنا سيره فنجاده وحب البرتغاليين لنادي الزمالك، كان ليه دور عشان نبقى عارفين برضو اكيد في موضوع شيكابالا والفلوس اللي كانت علينا والكلام ده، هو راجل عاشق لنادي الزمالك واحنا بنحبه كلنا جدا. نيلو فنجاده هو اول من ادخل 4-4-2 وهو مسك نادي الزمالك في 1/7/2003 لغايه 17/7/2004، لعب 53 مباراه، كسب 36 ماتش، معنى كده الراجل كان يعني فعلا هجومي جدا، خد مع نادي الزمالك الدوري العام وكاس الانديه العربيه وكاس السوبر المصري السعودي. عندنا تجربه بعد كده مع مانويل كاجودا ده من، لا بس لازم اقول حاجه، ان هو عمل 36 فوز 11 تعادل 6 هزيمه، عايز اقول لكم الموسم ده الزمالك خد الدوري بدون ولا هزيمه. طيب صح. موسم ده مع فنجاده والاهداف 105 زي ما انت قلت 48، الدوري العام خده 2003 2004، والحقيقه كمان اضيف حاجه ان الراجل ده خد كاس الانديه العربيه 2003 والسوبر المصري السعودي 2003، والراجل ده كان انسان بشكل كبير جدا. لعبت معاه يا كابتن ابو علي؟ لعبت معاه طبعا. طيب ايه اهم الحاجات الفنيه اللي تقدر تقول لي عليها؟ اول حاجه ان هو كان بيعرف يدير اللاعبين بشكل مميز جدا، بقى عارف ان اللعيبه المدربين لنوعيه ان هم بيتعاملوا انسانيا كويس قوي، يخلي اللعيب يموت نفسه بشكل كبير، وزي ما قلت لك عمل روح مختلفه، خلى دوري بلا هزيمه. ايوه يمكن اعتقد ده اخر دوري يكون نادي الزمالك عمله بلا هزيمه، فلا كان راجل عنده رؤيه فنيه جديده ومختلفه، وكان ليه بصمه كمان في بعض الامور الفنيه، وطلع لاعبين صاعدين يمكن كان ساعتهم ابرزهم اينو، كان ساعتهم احمد سمير في بدايته الباك رايت، يعني كان ليه وجهه نظر حقيقي راجل يعني، وكان بيلعب 4-4-2، خلي بالك دي كانت دي بس اللي بتدينا فكره بتاعه الفكر الهجومي يا كابتن، ان هم دايما البرتغاليين بيحبوا يلعبوا كره هجوميه. طبعا احنا لينا تعليق على ناس ثانيه بس يعني ايه لما نوصل لها. اللي بعده هو مانويل كاجودا، هو من 1/1/2006 ل 17/12 لعب 37 مباراه، كسب 23 فوز 7 تعادل 7 هزيمه، والاهداف 68 والبطولات لا يوجد، ما كانتش احسن حاجه، مش احسن تجربه، تجربه ملهاش اي طعم لنادي الزمالك ومحدش متاثر بيها ومحدش فاكرها. بس الراجل ده عشان نشهد الحق، الراجل ده جه في اصعب، في بدايه اصعب الظروف لنادي الزمالك، انا عشت معاه وكان عنده على فكره امكانيات كويسه، بس مناخ لا يمكن ينجح اي حد. انا يعني انا ما يعني انا ما هو مش مؤثر حتى يعني ما يعني دايما فاكر بس ان كل واحد بحاجه، فنجاده بطريقه الهجوميه باللعب 4-4-2 بالكلام ده، هو ما كانش ليه تاثير قوي في نادي الزمالك لا بطولات ولا اداء. بعد كده نيجي بقى للكينج بقى جايمي باتشيكو، طبعا هو راح للزمالك في 10/10/2014 وبعد كده لغايه 2015، وبعدين من 28/9/2020 ل 11/3/21 لعب 12 مباراه، 9 فوز 2 تعادل 1 هزيمه، والمساهمه في البطولات المساهمه في الدوري العام 2014/2015. ليه الكينج بقى؟ لا هو الكينج انه انا يعني هو باتشيكو راجل عنده يعني فنيات عاليه، لكن تحس ان الاوتبوت بتاعه قليل، المخرجات بتاعته قليله. عنده تجربه مع بيراميدز ومعاهم فلوس ومعاهم امكانيات ومعاهم لعيبه وعاملين كل حاجه، لكن تلاقي دايما ما بياخدش حاجه، واخد بالك؟ لكن هو الراجل بنعتبره ان الراجل بيحب نادي الزمالك، واحنا طبعا ايه يعني من الناس المعجبين برضو باي حد بيبقى قريب من نادي الزمالك وليه فكره او تساهم في حاجه في نادي الزمالك فليه. طبعا بعد كده بقى بنيجي للبروفيسور بقى فيريرا، طبعا ليك كذا تجربه يا كابتن ابو العلا، وطبعا هو من 9/2/2015 ل 21/11/2015، ومن 8/3/22 ل 25/1/23، ومن 4/2/23 ل 21/3/23 لعب 103 مباراه، 62 فوز، يعني بنتكلم في 60% فوز مع فيريرا ناحيه هجوميه برضو. طبعا يعني هنقول فيريرا في اول موسم يا كابتن العيال انت يمكن متفق معايا كان اعلى من الاخر. طبعا ليه؟ طبعا السن كان اصغر شويه، والفكر بيبقى كل ما تبقى انت صغير في السن يا كابتن العيله بتبقى الفكر الهجومي بتاعك وما بيتخافش،
لما بتكبر شويه بتبتدي تخاف، ودي في تجارب شفناها كتير مع البرتغاليين بالذات، هتلاقي كيروش، هتلاقي مش عارف، هتلاقي الفكر كل ما بتكبر في السن كل ما الفكر الدفاعي ابتدى. والسكواد كان مختلف شويه برضه، والسكواد كان مختلف صح؟ يعني كان 2014 واللعيبه أوكي. لكن 60% نسبة الفوز، دي حاجة جميلة جدا، 22 تعادل 19 هزيمة والأهداف 166. البطولات بقى الدوري العام وكأس مصر 2014-2015، الدوري العام 2021-2022 وكأس مصر 2021. أوجاستو إيناسيو ده ما يعني فيريرا طبعا من أفضل المدربين البرتغاليين تحقيقا لألقاب أو تحقيقا ل يعني إنجازات مع نادي طبعًا الزمالك، رمز من رموز نادي الزمالك اكيد، مش كده الجمهور الزمالك بيعشقه، وهو بيعشق نادي الزمالك، مش كده التويته حتى كتبها، هو لسه مرتبط نفسيا مع الجماهير ومع نادي. بص يا كابتن ابو العلا، يعني انا بعتبر يعني ان اكتر اثنين مؤثرين في نادي الزمالك من البرتغاليين هو فيريرا طبعا رقم واحد، وفنجادا رقم اثنين، ولغايه دلوقتي بيحبوا نادي الزمالك ومتصلين بنادي الزمالك، بيحاولوا يحلوا مشاكل الزمالك، لو في اي حاجه بيقفوا معاك، بيدوا لك المشوره، بيدوا لك الانستراكشن، لو فيريرا ليه انستراكشن على المدرب الجديد، لو فنجادا بيساعدك في مشكله شيكابالا، هو ده حب نادي الزمالك. ما هو نادي الزمالك مش بس المصريين بيحبوه، العالم كله. صح. طب أوجستو إيناسيو، مستر إيناسيو، مستر إيناسيو من 7/4/2017 ل 27/7/2017، 3 شهور 22 مباراة، 1 فوز، 6 تعادل، 6 هزيمة، يعني حاجة طبعا ولا يوجد أي بطولة، مفيش أي تأثير ليه ومحدش فاكره قوي. آخر واحد بقى جوميز اللي ربنا يوفقه طبعا، واتكلمنا عليه كويس، واتكلمنا عليه وشرحنا كل طريقة لعبه. يعني احنا ممكن بس يعني انا بس في حاجه عايز اقول لك عليها يا كابتن والعيله، اتفضل. الراجل ده لازم يبقى عبقري مع الصفقات الجديده بتاعت نادي الزمالك، ما هو لو مش عبقري هتبقى مشكله كبيره عندنا. ليه بقى؟ انت حضرتك دلوقتي الصفقات اللي احنا جبناها ال 11 صفقه دي، انت لازم تبقى مدرب كبير قوي عشان تعرف تستفيد باللعيبه دي. وامتى هعرف اغير؟ وامتى هلعب ده في بطوله افريقيا وده هيلعب في الدوري المصري؟ يعني انت عندك مثلا عبد الله السعيد وناصر ماهر مش هيلعبوا معاك في بطوله افريقيا، صح؟ لكن هيلعب معاك مين؟ احمد حمدي البلاي ميكر. فهنا لازم انا كمدرب ابقى فاهم الحتت دي، اعرف استفيد. انا عندي في الوينج رايت يا كابتن ابو العلا اول مره تحصل في تاريخ نادي الزمالك عندنا 4 وينج يمين، زيزو، شيكابالا، عندنا محمد عاطف، عندنا اللاعب اللي جاي من الجيش واخد بالها، محمد شحاته، لا مش محمد شحاته، بيلعب 8 اللي بيلعب الوينج رايت، المهم يعني عندنا 4 وينج رايت، عندنا 2 وينج ليفت، عندنا 4 أو 5، عندنا بلاي ميكر يا كابتن ابو العيله. فانت لازم المدرب ده يبقى بكفاءه عاليه جدا، ولازم المساعدين اللي معاه يشرحوا له واحد واحد بيعمل ايه، يعني ده لازم يبقى على اعلى مستوى المدرب. على ذكر المساعدين، انا طبعا يعني وجهه نظري ان لازم حد من الجهاز الفني القديم يكون مكمل مع الراجل ده شويه، او يكون استشاري، او يقدر يديله يعني تقرير مفصل عن كل اللعيبه، لان اللعيبه لسه مستجده، في ناس لسه موجوده مثلا جايه بتنضم، لسه لعيبه تقدر تقول بيلعب في كذا مركز، فدي نقطه ممكن تكون محتاجه تنظيم. واعتقد عشان كده تم التاجيل الاعلان لحد يوم الاثنين الجاي عن المؤتمر الصحفي بشكل عام، سواء على الصفقات او عن شكل الجهاز الجديد. بس انا في حته الجهاز دي معلش يا كابتن، ما اعرفش في قرار ولا لا، او بتاع كابتن معتمد في اي معلومه انه هيكمل ولا لا، دي لسه الامور مش واضحه، ولا اصل هم في اجازه اولا 4 ايام وهيبداوا بكره تدريبات، واعتقد ممكن على بكره تكون الامور شكلها يعني الصوره الاخيره والرتوش الاخيره اتحسمت، لان بعد طبعا ما جم الامارات الاجازه 4 ايام، فتنتهي النهارده بكره اول تدريب، تعاقد مدير فني النهارده، فالامور دي كلها ممكن على بكره بعده قبل يوم الحسم والاعلان الرسمي يوم الاثنين، اعتقد هتكون كل الامور واضحه. بس انا بقول بوجهه نظر فنيه ان محتاجين يكون الدور او في ربط او في تواصل ما بين كابتن معتمد وما بين الجهاز الفني الجديد، ايا كان بقى دوره ايه، او شكله اللي موجود ايه في الاستراكشر في الهيكل، يعني مدرب عام، مدرب مساعد، احمد مجدي موجود مش موجود، لكن اللي خلاص لحد دلوقتي رسميا هو يمكن يعني تقديم الشكر للكابتن عبد المنصف عشان الراجل جاي معاه جهاز فني تاني. كنت عايز انتقل معاك، بس انا معلش بقى الحته دي هقول لك حاجه كابتن ابو العيله، معلش انا هنا بعد اذنك انا بوجه رساله لكابتن معتمد جمال، لو سمحت يا كابتن معتمد، انا عارف ان هو بيعزني يعني عشان انا اخوك، اخو حازم، فهو كان اخوك كبير. كابتن معتمد انت مدرب كويس، مدرب ختمت ماتشاتك مع نادي الزمالك في البطوله اللي فاتت ولا اروع، فرصه انك تبعد من نادي الزمالك عشان انت مش رقم واحد وتروح نادي تاني اصغر واصغر هتتنسي في نادي الزمالك، خليك معانا
انت اللي حافظ اللعيبه، انت هتسهل القصه للراجل. الراجل جاي معاه ثلاثه، معاه بيكي لاعب الكاميرون ومعاه مخطط احمال ومدرب حراس مرمى، مفيش مشكله يبقى كابتن معتمد موجود وياخد المرتب اللي هو عايزه، حتى اللي كان باخده مثلا دلوقتي. كابتن احمد مجدي راجل محترم بيتكلم لغات كويسه، ممكن يساعد هو كمان. كابتن معتمد فرصتك ما تسيبهاش من نادي الزمالك، انت عملت شغل كويس جدا وراجل مؤدب ومحترم، اخلاقياتك كويسه، التكنيكال بتاعك كويس، ختمت ماتشاتك مع نادي الزمالك كويس، ما تضيعش الفرصه عشان انت ما بقتش رقم واحد، مش مشكله خالص. ما انت كنت بتشتغل في المنتخب الاولمبي مع كابتن شوقي غريب واستفدت خبرات كبيره، هتستفيد من الراجل ده وتفضل في نادي الزمالك النادي بتاعك. دي بس حاجه حبيت اقولها لكابتن معتمد عشان ده كان مهم يعني. ده كلام حقيقي طبعا مهم جدا، وانا في اعتقادي ان المجلس الاداره الحالي القصه كلها قصه تنظيميه. يعني انا مقدر طبعا طريقه تفكير كابتن معتمد جمال، لسه ما تمش الحسم فيها، لكن خلال يوم او يومين هتبقى علاقه تنظيميه ما بين مجلس اداره وكابتن معتمد جمال. الانسب ايه؟ لان الناس قدموا الحقيقه بطريقه مشرفه جدا، عملوا عقد بشكل مؤقت بشكل مميز، ادوا له الفتره الكامله حتى، وخدوا رايه في اتخاذ القرارات في بعض بالنسبه للصفقات اللي جت. فهو اللي انا شايفه ان دايما انهاء العلاقات التعاقديه حتى زي ما وجه الشكل لعبد المنصف، او هيبقى في شكل ما هيبان لنا بكره او بعده لشكل العلاقه، تنظيميه، موجود مش موجود، استقروا على ايه، تنظيميه. لان ممكن يكون الافضل للجميع ان مثلا يختاروا شكل تنظيمي معين بوجوده او عدم وجوده. لكن انا طبعا يعني معاك انك توجه له رساله، ولازم نشكره بشكل عام كاحد ابناء نادي الزمالك عن الفتره اللي فاتت. لكن انا في اعتقادي هيتم التعامل مع الموضوع ده زي ما اتعودنا بمنتهى الاحترام ومنتهى اختيار التوقيت المناسب، عشان كل واحد يتحط او كل راجل مناسب يتحط في المكان المناسب. من الحته الكلام الجميل جدا اللي انت قلته يا كابتن ابو العلا، ان توجيه الشكر للكابتن محمد عبد المنصف ده بعد كده مبدا بنقوله لمجلس اداره نادي الزمالك، ده مبدا اي حد من ولاد نادي الزمالك بيشي من نادي بشكره، بعمل له حفله، بجيب له تورته، بشكره بقول له كتر خيرك، بخليه يشتغل في الناشئين وهكذا. اي واحد ليه فلوس عندنا بعد كده يا كابتن ابو العلا ياخد فلوس، مفيش ديل. احنا نادي الزمالك معلش فلوس لحد، لعيبه مغموره جايه لنا مش عارف منين، الاقي عليا قضيه مش عارف ايه كم الف دولار على نادي الزمالك من واحد محدش سمع عنه، واخد بالك؟ نادي الزمالك ليه اسمه، ليه امكانياته، لعيبته الكبيره، تاريخه، مفيش حد يبقى ليه مليم على نادي الزمالك. ده اتعمل مع الثمان لاعبين حتى اللي تم الاستغناء عنهم، ده اهم حاجه في القصه. دي الحقيقه برضو من الحاجات المهمه جدا. انا كنت كلمت كابتن حسين لبيب وكابتن هشام نصر حتى لما كان ضيفي هنا كمرشحين كلهم، والدكتور حسام المندول لما كانوا مرشحين هنا واتكلموا معايا، اتكلموا عن تغيير الصوره الذهنيه. أيوة. ودي من ضمن الاساسيات او الحاجات المهمه، تغيير الصوره الذهنيه، ان تبقى الامور تبقى منظمه زي ما قلت لك ومرتبه. عشان كده انا ما عنديش شك ان التعامل مع كابتن معتمد او كابتن عبد المنصف هيتم بشكل لائق يليق بيهم كاولاد نادي الزمالك، وكأدوا دور في وقت صعب. انا بس الحته بتاعت كابتن معتمد مش بس حته نفسيه وحته اخلاقيه لنادي الزمالك، لا انا عايزه يفضل يكمل يا كابتن حته تكنيكال فنيه. خطير جدا دور كابتن معتمد جمال في اللحظه دي، انت جايب 11 لعيب وعندك 5-6 كمان تقال، يعني انت عندك 17 لعيب، لعيب كبار جدا في نادي الزمالك. مين في الفتره القصيره دي هيشرح للراجل الكلام ده؟ طبعا دي نقطه حقيقيه مهمه مهمه جدا. ان شاء الله يعني يوفقه للطريق او للقرار اللي يتناسب مع الاحتياجات ان شاء الله الفتره الجايه لنادي الزمالك، زي ما عودونا عن ال 100 يوم الاخرانيين او اللي بداوهم الفتره اللي فاتت. طب لو رحت مع حضرتك بقى للمنتخب مصر، ده بقى كلام يعني حدث ولا حرج، ومفاجات مستمره، عمر ما حد يتخيل المربع الذهبي يكون فيه يعني سواء غينيا ولا كونغو تكسب، وتلاقي نيجيريا كان ممكن بعيده عن توقعات شويه، يمكن هي تكون اقرب، كوت ديفوار ابتدت تدخل. يعني في طبعا لسه مباريات بكره. طب خلينا نتكلم في التفاصيل دي كلها بقى، ناخدها على رواقه معاك، لان عارف انت محضر فيها برضو حاجات كويسه. بس استاذنك اطلع لفاصل سريع وارجع اكمل مع حضراتكم. نرجع مع حضراتكم تاني مع كابتن اشرف حماده امام بثوب المحلل الرياضي. ندخل على المنتخب بقى على طول، قول لي رايك او سبب اخفاق منتخب مصر في كاس الامم. طب ممكن نرجع لورا شويه بقى يا كابتن ابو العلا؟ اتفضل. ماشي، عشان في شويه كده هنقولها وشويه نتكلم على اسباب التدهور ده. احنا تعالى نبتدي الاول يا كابتن ابو العلا، هو قبل فيتوريا كان في مين؟ كان كيروش، كابتن ايهاب جلال. ايهاب جلال وحسام بدري. وكان قبليه كابتن كيروش، حسام بدري كمان. ايوه، كابتن حسام البدري مسك، وبعد كده لو انت تفتكر ما كانش المنتخب بيلعب مباراه وديه او مباراه، فابتدينا ننزل في الترتيب، فاضطرينا نلعب في كاس العالم مع السنغال لو تفتكر بسبب عدم، فراح قال لك ايه، هات كروش. جابوا كروش 75 سنه
والراجل لعب بفكر اللي انت فاكره الفكر الدفاعي اللي انت ولو الناس ناسيه اللي حصل مع كروش لا ارجع حضرتك اكتب كده على اليوتيوب مهاجمه كروش صح بنفس الوقت ده فبراير او يناير 2021 اتفرج على نفس الناس اللي بتهاجم فيتوريا كانوا بيهاجموا كروش نفس الكلام ما بيلعبش بتشكيل ثابت بيلعب الشمال يمين واليمين شمال بيخاف دفاعي نفس الكلام اللي انت شايفه عشان طبعا احنا بنقول بس في الاول عشان في ناس هترجع تقول لك كروش لازم يمسك المنتخب دلوقتي بعد كده جاي الكابتن ايهاب جلال رجعنا للنغمه اللي انت فاهمها بعد المدرب الاجنبي كل مره لازم يجيب المدرب المصري كلنا وقفنا ورا كابتن ايهاب جلال قعدنا شهر ونص كابتن ايهاب جلال وبعد كده مشي راح اتحاد الكوره الشباب والرياضه وكل مصر قالت لك نتفق مع مدرب اجنبي عملوا ايه بقى راحوا رايحين جايبين فيتوريا طيب هو السي في بتاع فيتوريا ده عباره عن ايه يا كابتن ابو العلا عشان بس نبقى برضو فاكرين فيتوريا واخد الدوري البرتغالي مرتين مع بنفيكا ومره وواخد الكاس مرتين واخد السوبر البرتغالي وراح النصر السعودي خد الدوري السعودي سنه 2018 تقريبا 2019 واخد الدوري السعودي معاه وهو راجل سنه صغير عنده مواليد 1970 فابتدت مصر هنا او اتحاد الكوره ياخد القرار بتاع ان انا اجيب مدرب صغير نفس الفكره اللي احنا قلناها دي ويبقى بفكر هجومي وكان ساعتها مصر كلها البرتغال المدربين البرتغال هم اللي ماسكين فقال لك هنجيب مدرب المنتخب معاهم اوكي لو انت تفتكر الكلام ده كله طب ايه اللي حصل بقى بعد كده اللي حصل بعد كده ان الكابتن فيتوريا عنده مشاكل كتير جدا فنيه واحنا قلناها من اسبوعين لو تفتكر يا كابتن ابو العلا في هنا في المكان ده قبل ما البطوله في اول يومين في البطوله قلنا القايمه اصلا صح كده خانقاه وقلنا قايمه خانقاه برافو عليك وقلنا ان الراجل ده ما كانش مذاكر الهوم ورك بتاعه مش مذاكر الواجب بتاعه ما ذاكرش فرقته وما ذاكرش الفرق الثانيه وما عادش يتفرج على مين اللي بيلعب يعني مين اللي بيلعب بيعمل ايه وقلنا الكلام ده قلنا ما خدش طارق حامد الاكثر واحد بيضغط في نص الملعب وما خدش دونجا ما خدش عبد الله السعيد فاكر قبل ما عبد الله السعيد يجي الزمالك احنا اتكلمنا وهو في بيراميدز قلنا بما يرضي الله احسن صانع العاب قلنا كنا ممكن يفكر في شيكابالا لو تفتكر يا كابتن وقلنا وكان في حسين الشحات وفي مش عارف مين احمد ياسر ريان ومحمد شريف كل الناس دي هو راح من غيرهم طب انت رايح يا فيتوريا من غير الناس دي انت فاقد قوتك نقف عند دي نقف هرجع عندي. بس حته لنادي الزمالك عشان ارجع استفيد معاك لان احنا عندنا مواضيع كتير عايزين نتكلم فيها على منتخب مصر كاس الامم الافريقيه بس خليني اخد على التليفون مكالمه هامه جدا بتيجي دايما في توقيتات مهمه جدا طبعا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك والاعلامي الزميل الكبير الاستاذ احمد سالم نورنا استاذ احمد مساء الخير عليك الله يخليك يا كابتن محمد مساء الخير ازيك الله يخليك دايما صاحب التوقيتات الصعبه والمهمه نتيجه بقى المتحدث الرسمي ودايما عايزين نسمع منك كل ما هو جديد عايز ادخل معاك على طول في الموضوع يا استاذ احمد اتفضل دلوقتي اتعلن ان في جهاز فني جديد النهارده مستر جوزي جوميز فعايزين نعرف اولا هيبدا مع الفريق من امتى تشكيل الجهاز المعاون ليه هيكون ازاي وكمان هل كابتن معتمد جمال مستمر معاه وكابتن احمد مجدي ولا لا والله ان شاء الله احنا بس منتظرين كابتن حسين اول ما يرجع من السفر بالسلامه هيقعد مع كابتن معتمد ومع كابتن احمد مجدي لان المجلس متمسك بوجودهم وان شاء الله يكونوا موجودين مع الجهاز باذن الله طب بكره مين هيبدا التمرين بكره اول تمرين ان شاء الله بعد الاجازه لا هو خلاص المفروض ان المدير الفني الجديد هيستلم يعني ما اعرفش بقى هيبدا بكره ولا بعده بس هو خلاص يعني تم توقيع العقد وعلى بدايه الاستلام على طول. يعني ده الكلام اللي هو الطبيعي لكن ممكن في خلال قبل المؤتمر الصحفي يوم الاثنين اللي جاي تكون كل الامور محدده. اكيد ان شاء الله. طيب تحب توضح حاجه ثانيه لجمهور نادي الزمالك؟ لا بطمنهم يعني الحمد لله المهمه يعني اعتقد انها تمت باقصى قدر ممكن يعني من النجاح. والحمد لله خلاص بقى يعني خلصت المرحلة الميت يوم اللي كان فيها القضايا الصعبة سواء فك القيد أو رفع التحفظ على الحسابات تجديد لعيب زي فتوح وأخيرا الصفقات اللي تمت يعني في وقت قياسي وهي كانت أفضل ما يمكن في انتقالات الشتاء أنت عارف طبعا كابتن محمد أنت لعيب دولي ولعيب كبير وعارف إن بالذات موسم الشتاء ما بيبقاش يعني الفرص اللي فيه زي الموسم الصيف أو يعني الانتقالات فيه بتبقى محدودة شوية لأن أي نادي بيبقى خايف يتأثر نتيجته بعد العودة من انتقالات الشتاء ينزل درجة تانية فبيبقى في حذر في الصفقات دي والأندية بتبقى متمسكة بلاعبتها. طب ما ده يخليني أستاذ أحمد أقول لحضرتك طب لما يكون طبعا الحذر بتمسك لعيبتها لكن كمان ممكن يكون ناس تخاف تقول لك أنا جايب 11 لعيب أو 9 لعيب أو 10 لعيب لحد ما يتم الإعلان يوم الاثنين اللي جاي ما ممكن برضو الناس تفكر طب ده ممكن يأثر على الانسجام شوية ولا مجلس إدارة نظر للنقطة دي إزاي؟ لا بص الوضع ما كانش يحتمل الانتظار لان فتره الغلق القيد اللي استمرت مده طويله فترتين
اثرت طبعا على مستوى الفريق، مفيش تدعيم لفتره طويله، فكان التدعيم المره دي بالذات لازم يكون مؤثر. يعني الاول كان المخطط 2 3 4 لعيبه، لكن طبعا النقص في المراكز كان كتير، فكان لابد ان يحصل فيه يعني ما تدعيم بعدد اكبر. وما اعتقدش ان اللعيبه المحترفين او يعني اللعيبه اللي جايين بالذات، يمكن حتى السكاوتنج تيم كانوا عاملين تقارير عن اغلب اللعيبه اللي جايه، حتى العامل النفسي، اللعيبه دي عندها قدره تلعب تحت ضغط، اللعيبه عندها شخصيه، فكانوا كنا حريصين في الاختيار على فكره كمان ان اللعيب يجي جاهز، مش لعيب مثلا بقاله فتره مبطل او بقاله عنده ظروف، لا اللعيبه الحمد لله اللي جايه اغلبها يعني زي ما بيتقال كده رجليهم في الملعب، يعني مش هيتاثروا قوي او مش هيتاخروا بان هم يجيبوا فورمتهم باذن الله. طيب الحقيقه انا كنت لسه بتكلم، اضيف النهارده في الاستوديو الكابتن اشرف حماده امام، طبعا النجم منور الدنيا، النجم السابق الراحل. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك. كان ليه دايما برضو كمان كنا بنتكلم عن المدير الفني الجديد، ويعني كنا طبعا مشغولين بالقصه دي، لكن انا هتكلم برضو بمنتهى الامانه، اصلا فكره انك تجيب 9 او 10 او 8 او 7 او 11 صفقه لحد يوم الاثنين ما يتم الاعلان عنهم بشكل رسمي، ده اصلا معجزه في التوقيت الشتوي تحديدا، من غير ما الدخول في مزايده مع انديه تانية، من غير ما تبقاش تشتغل ما بما يتناسب مع قدرات نادي الزمالك في الوقت الحالي مع احتياجاتك للمراكز. بس انت قلت لي سكاوتنج تيم، هل تم مثلا الاخذ برضه في الاطوار كابتن معتمد الجمال، هل الراجل ده كان فيه او مستر جوزيه جوميز كان فيه تنسيق معاه من فتره سابقه، ان ممكن مثلا يتاخد رايه في بعض اللاعبين، ولا القصه دي تم؟ بص يا كابتن محمد، خلي بالك، هو في اتجاهين او في مدرستين في الموضوع ده. فكره ان انت تخلي المدير الفني يختار اللعيبه، طب افرض المدير الفني ده نتائجه سيئه ومشي بعد شهرين مثلا او مشي بعد اخر موسم في اي نادي، يعني افرض اختار لعيبه مستواهم مش كويس، فانت بعد كده خلاص اتورطت معاهم. ففي اتجاه تاني ان انت بيبقى عندك سكاوتنج تيم او لجنه فنيه هي اللي بتحدد، وبيبقى عندها ارقام اللعيبه دي واحصائياتها وبتجيبها وتتعاقد معاها. المدرب بيجي على قماشه كويسه او على سكواد قوي بيشتغل، يعني دي ليها ميزه ودي ليها ميزه. يعني ففكره اختيار المدير الفني للصفقات في انديه كتير ما نجحتش فيها، وان المدير الفني لما بيمشي بيحصل بقى ان هو ورط النادي في صفقات ما كانش ليها لازمه، يعني يجي لك مدير فني تاني يقول لك ده اللي اختار الصفقات مش انا، عايز صفقات تانيه. يجي لك مدير فني تاني يقول لك انا كله متوسع، عارف يعني، عارف المثل بيقول لك ايه، مغسل، انا مش مغسل والله من جنة. كان على بالي والله اقوله اجيب 10 صفقات مش عارف ايه يبقى كويس مش يبقى كويس، تمام. مفيش، وانت حتى في الانديه اللي انت يعني، شوف انجلترا ساعات في صفقات عليها ضجه كبيره قد ايه وبتبقى محل سخريه بعد كده. الصفقات دي فيها شيء من التوفيق برضه، والمجلس اختار بشكل علمي قدر المستطاع، يعني تاخد بالاسباب بالظبط. ما كانش فيه يعني عارف اللي هو ايه، اللعيب ده فلان شكر فيه فلا يجي، لا ما كانش فيه الكلام ده كله، كان باحصائيات وارقام للعيب نفسه ومستواه، حتى لو ارقامه مش عاليه بس بيكون عنده مثلا بوتنشال ان هو يتطور في لعيب ممكن ما يكونش بروميسنج بس هو يجي منه يعني، وفي رؤيه ليه. انا عايز اقول حاجه، طريقه الاختيار يعني. عايز انا بحييك على الرد ده والله العظيم، بحييك جدا على الرد ده، لان خد بالك في مدرسه بقى اللي انت قلتها بين سطور، مدرسه اختيارات اللعيبه لما يكون سكاوتنج تيم وناس فاهمه مش عشوائي زي ما حصل في الفتره اللي فاتت. انت اللاعبين ملك النادي، المدير الفني ممكن يجي النهارده ما يوفقش يبقى مش موجود، لكن يفضل اللعيب ملك النادي. ممكن المدير الفني يجي يقول لك لا طلع لي اللعيب ده اعاره، انا ممكن اقول له كلجنه فنيه لا اللعيب ده هيفضل موجود، انت عايز تلعبه ما تلعبوش بتاعتك، لكن ده ملك النادي عشان ما نخسرش لاعبين كتير جدا. انا بحييك على الرد ده وبشكرك شكرا جزيلا طبعا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. حياتي كابتن اشرف والاسره العظيمه الراحل حماده امام، معلقي المفضل يعني، ورمز من رموز الزمالك تعالى بالملاعب يعني. ربنا يخليك يا فندم حبيبي استاذ احمد، طبعا كل الشكر ليك لاسرتك. لا ربنا يخليك، كل الشكر للمتحدث الرسمي لنادي الزمالك الاعلامي الكبير استاذ احمد سالم. طب الحته دي بس عشان ما انساش، معلش احنا عديناها اصلا ولا احنا نرجع لنادي الزمالك تاني؟ لا قول طبعا احنا عشان نقفل نادي الزمالك. انا بس عايز اقول حاجه، احنا في حاجه عبقريه حصلت في الموضوع ده، سيبك من ال 11 لعيب والكلام ده عادي يعني بتحصل، ممكن تحصل. ايه بقى الموضوع بقى عندنا؟ عندنا اكبر صفقه حصلت من ايام حسام حسن وابراهيم حسن لما جم الزمالك وحازم امام لما رجع من ايطاليا، هي صفقه عبد الله السعيد، عشان نبقى واضحين بس والكلام يبقى ايه كده بالظبط ومظبوط. كابتن عبد الله السعيد لاعب كبير جدا، احسن بلاي ميكر في مصر، حضرتك تقييمه، ودي مفاجاه، انا قبل ما اجي النهارده كنت بحضر للقاء، الجري بتاعه معدل الجري بتاعه حوالي 12 كيلو في الماتش، زيه زي الولاد الصغيرين زي الشباب الصغير. تقييماته في اللونج باس والتسديدات والضغط على الخصم واللعب، اللعب ما بين المساحات والكلام ده، هو نفس الرقم حكي يعني، ممكن تخش بعد ما اقفل انا معاك او كده، اي حد يخش على فكره على المواقع الموجوده بدون داعي لذكر اسماء، حضرتك لو قارنته بمصطفى محمد، لو قارنته بامام عاشور، لو قارنته بدونجا، تخيل دونجا كمان اللي هو اكتر واحد بيضغط وبيعمل، هتلاقي مستواه واخد تقييم
هو التقييم بتاع دونجا مثلا في تقييم الجري والكلام ده. وفجاه بالنسبه لي كبيره جدا ان عبد الله السعيد اللي هو اكبر لعيب في الصفقات دي هيجوا لك بقى ناس بقى اللي هم بقى بيحبوا طبعا يبوظوا لك كل حاجه. اصل ده لعيب كبير، ده احسن لعيب في مصر. قول له كده، اللي يقول لك كده قول له الجري بتاعه متوسط الجري بتاعه 12 كيلو في الماتش، الدرجه بتاعته هي اعلى درجه في كل اللعيبه في مصر، واخد بال حضرتك؟ هو احسن لاعب في مصر، هو لغايه الشهر اللي فات هو احسن لاعب في مصر على فكره، جاب 4 تجوان وعامل اسيست، فده يعني ساهم في 5 تجوان، لعب تقريبا 800 دقيقه من 1000 دقيقه لنادي بيراميدز. خلي بالك عمرو عبد الله السعيد على سنه حاجه كويسه جدا، فهو لعيب كبير جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه العبقريه، بس معلش قبل ما انا عارف ان انت ممكن تبقى مستعجل، الفكره العبقريه بتاعت ان انا عندي 3 بلاي ميكر، دي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت لو تفتكر، واحنا بنقول مساوئ كروش، قلنا ما بيلعبش بلاي ميكر، يقول لك ايه هو فيتوريا سوري فيتوريا وهو كروش كمان، ما هو كروش يعني كان اوحش، واخد بالك؟ كانش عنده هجوم خالص. قال لك ايه؟ انا ما بلعبش اصل ببلاي ميكر. طب ما تعالى بقى يا كابتن ابو العلا، عشان الناس حافظه كلام، في ناس كده حتى تلاقيها تقعد تقول لك نفس الكلام اللي ملوش معنى ده. هو نادي مانشستر يونايتد مين البلاي ميكر بتاعه؟ دي بروين، صح؟ الارجنتين اللي خدت كاس العالم ميسي، فرنسا اللي لعبت معاها على النهائي اللاعب اللي هو بيلعب في اتلتيكو مدريد، اوكي؟ كل الفرق، ريال مدريد، بلينجهام، صح؟ كل الفرق الوقت فيها بلاي ميكر. فانا لازم نادي الزمالك احرف فرقه في مصر، احرف فرقه في الدوله العربيه في افريقيا، لازم يبقى فيها بلاي ميكر. اللعب العشوائي بتاع تلاتات ده اللي هو بيلعب بيه فيتوريا وكروش والكلام ده لازم ينتهي في نادي الزمالك. هو مش موجود في نادي الزمالك، فلازم يبقى عندي بلاي ميكر يوزن نص الملعب. في لعيب بقى مهم جدا يا كابتن ابو العلا، هو الناس هتفتكر ان انا بقول ناصر ماهر، ناصر ماهر لعيب كبير وبيحب نادي الزمالك ويمكن استغنى عن فلوس عشان يجي نادي الزمالك، وممكن تلعبه 8 على فكره في ظل الموجودين، لكن اللعيب احمد حمدي، والكلام ده بقى يتسجل النهارده عليا انا اهو في التاريخ بتاع النهارده ده. احمد حمدي البلاي ميكر يا كابتن ابو العلا، ده هتبقى اقوى صفقه في نادي الزمالك. وافتكروا الكلام اللي انا بقوله ده، بلاي ميكر صغير، بلاي ميكر على اعلى مستوى، بيلعب في مونتريال الكندي، وكان بقى قبل كده بيلعب في الجونه، كنت متابعه انا من ايام الجونه، وهاب جلال خده في المنتخب في ماتش كوريا تقريبا، واخد بال حضرتك؟ نزل لعيب كبير جدا جدا جدا. انا هعتبره، انا بقول اهو على مسؤوليتي، اقوى صفقه في نادي الزمالك، وهيلعب معاك دوري، يلعب معاك بطوله افريقيا. احنا عندنا مشكله ان عبد الله السعيد ونصر وسيف جعفر، ايوه مش متأيدين في افريقيا عشان ما كانوش، برافو عليك، عشان ناصر ماهر وعبد الله السعيد هيبقوا ما بيلعبوش معاك، ما لعبوش افريقيا ولا سيف جعفر ولا ناصر ماهر ولا عبد الله السعيد، برافو عليك. فاحمد حمدي هيبقى هو اللي قايم لك بدور البلاي ميكر، فلازم نتابعه، لعيب كبير كبير كبير. بقيه الصفقات، صفقات كتير فيها حاجات اكيد هتبقى كويسه يا كابتن ابو العلا، يعني متوقعين لكام لعيب، بس مش لازم نقول بقى نقعد نكبر في ناس معينه بالزبط. وممكن تلاقي واحد ولا اتنين عشان ما حدش يجي له يقول لك شفت جابوا واحد ولا اتنين، لا ممكن هتلاقي كده عادي، انت جايب 11 لعيب، هتلاقي واحد ده معجزه، 11 لعيب في الوقت ده، ده معجزه والله. لو حضرتك دخلت، انا النهارده بال 11 لعيب دي، الذكاء الاصطناعي بقى دي حاجه انا اول مره تحصل، الذكاء الاصطناعي دخلت كتبت له قول تشكيل الزمالك بعد الصفقات الجديده. انت عملت كده؟ عملت كده. عمل لك ايه بقى؟ ما انا عايز اعرف ايه يعني الذكاء الاصطناعي، راح بجاوب في ثانيه، ها؟ قال لك عواد حارس مرمى، في اليمين مسلوسي، في الشمال احمد فتوح طبعا، يعني هو بس طبعا متعور دلوقتي، بس يعني احنا بنتكلم اثنين مساكين، الونش وحمد اللي هو اللاعب الفلسطيني، خط النص عمل اثنين، شحاته اللاعب الجديد، ودي مفاجاه، شوف الذكاء الاصطناعي، يعني حضرتك ممكن تخش على جوجل بارد تكتب كده تشكيل نادي الزمالك بعد الصفقات، بارد شحاته ودونجا قدامهم عبد الله السعيد، زيزو، الجزيري، وشلبي، هو حط التشكيل الذكاء الاصطناعي لنادي الزمالك، تشكيل واقعي جدا، واخد بالك؟ تشكيل في 4-5 حريفه، المدرب الجديد زي ما احنا قلنا بيعتمد على الونجات وعلى الباك رايت والباك ليفت، المسلوسي ليه دور، فتوح المفروض يبقى ليه دور، ف يعني بس كمان ايه ده، هو انت كمان بقى عندك دقه ثقيله جدا، جدا عندك لو ناصر ماهر ما اتحطش في الذكاء الاصطناعي، عندك شيكابالا، عندك احمد حمدي، احمد حمدي موجود، هو بقى بيدخل حاجات كتير، ناصر منسي، النسب بتاعت اللياقه بتاعتك، الدرجات بتاعتك اللي انت واخدها في السكور، مش عارف ايه صفحه ايه، واخد بالك؟ بيدخل الحاجات دي مع اسعارك، مع مرتبك، السعر بتاعك، وهكذا. الدكه فيها محمود علاء، شوف كام اسم بقى مختلف تماما، اسكواد تاني خالص، غير كمان اللعيبه السوبر اللي نازله، يعني جايه محمد عاطف من اللعيبه برضه، فانا بس عايز اقول لجمهور نادي الزمالك والناس اللي بتحب نادي الزمالك، لما يسالك هو عبد الله السعيد كبير، قول له لا ده احسن لعيب في مصر، عشان تقضي بس على الحته دي، عشان هما في ناس عماله تهري في الكلام ده، هو الزمالك جاب الفلوس دي منين؟ جابها منين؟ زي ما هما اي حد بيجيب فلوسه منين؟ من رجال اعمال، من التبرعات،
من لجنه الاستثمار، من القروض، اي حاجه، من ناس طبيعيه، من ناس طبيعيه، ومحدش سال علينا ليه واحنا نادي الزمالك غرق ليه؟ صح كده. فالسؤالين دول اللي هم ايه؟ تسكنها لنا دلوقتي، انتوا جايبين الفلوس دي منين؟ قول له من الاربعه اللي انا قلتهم لك دول او الخمسه، او عبد الله السيد قول له احسن لعيب في مصر. لا انا محدش يقول لي يعني لو حد سال انا اساله الاول ما سالتش عليا ليه وانا بغرق ليه؟ وانا بغرق. دي نقطه. ولما اسالك على عبد الله السيد قول له احسن لعيب في مصر، احنا بنحب ان شاء الله كل التوفيق للمجموعه اللي جايه. والحقيقه كان في سكاوتنج وكل ممكن الباكج بتاع الصفقات دي كمان ليها حسبه تانية جماهيريا وخبره، كل حاجه ليها مكانها وليها وزنها باذن الله. طب انا بس ما بحبش اتكلم في الكلام ده، انت عارف ان نصر ماهر، عبد الله السعيد، احمد حمدي، الثلاثه انت جايبهم من المنافس بتاعك. لازم الناس تعرف الكلام ده، الناس مش واخده بالها، دي اول مره تحدث في نادي الزمالك. انا بقول لك حسام وابراهيم صح، ادي اثنين، لا انت جايب ثلاثه كان بيلعب في المنافس اللي قدامك، المنافس رقم واحد بتاعك، احمد حمدي، نصر ماهر، عبد الله السعيد. دي حاجه ما حدش واخد باله منها. ان شاء الله كل التوفيق يا رب. هي في حاجات جماهيريه، فهمت. يعني الصفقات فيها حته جماهيريه، بصين على الحته الجماهيريه دي نقطه الحقيقه برضو مهمه، كسب العلاقه والثقه مع الجمهور، ان عندك مجلس اداره يقدر يحقق رغبات. صح كده. وكل شيء ممكن باذن الله. طيب عايز اروح للمنتخب عشان وقتنا بيجري جدا، نايس اربع خمس دقائق بسرعه. انا احنا اتكلمنا على السكواد، احنا كنا عارفين واتناقشنا فيه قبل كده، ده الاخفاق اللي احنا قلناه كمستر رويف توريا، لكن هل مستر رويف توريا يتحمل ده لوحده؟ اخر مكالمه بينك وبين كابتن حازم امام امتى؟ طيب هو انا طبعا احنا بقى زي ما احنا قلنا يا كابتن ابو العيله، هم عايزين يشيلوا حازم امام الليله، لا ما تشيلش حازم امام تشيله، ولازم جمهور نادي الزمالك يفهم الكلام ده ويعرف المخطط اللي معمول. يا كابتن احنا بقى لنا 14 سنه مصر ما خدتش كاس افريقيا، خلي بالك من ايام كابتن حسن شحاته. هم عايزين يشيلوا حازم امام ليه؟ عشان حازم امام هو اللي بيدير الكوره دلوقتي. تعال نتكلم بالبلدي، مش بيدير الكوره يعني، طبعا مع احترامنا للكابتن جمال علام راجل هو اللي بيدير فعلا، لكن حازم امام بيدير الناحيه الفنيه. عايزين يطلعوا له اي مشكله واي مصيبه من نوعيه ايه؟ مثلا هيعامل لعيبه المنافس وحش، بالعكس لو انت شفت في الفيديوهات هتلاقي لعيبه النادي الاهلي كلها بتلعب مع حازم وبيهزروا مع بعض فما لقولوش غلطه. فعايزين يشيلوه الليله، يشيلوا حد يشيل محمد صلاح الليله، يشيلوا حازم امام الشيله. يقول لك ايه؟ منتخب محمد صلاح وحازم امام، يعني ايه منتخب محمد صلاح وحازم امام؟ يعني ايه علاقه منتخب، هو منتخب مصر بقى اسمه منتخب محمد صلاح؟ بقى منتخب حازم امام؟ هم عايزين يشيلوا الليله لحازم امام، عايزين يعملوا المشكله كلها لحازم. هو حازم امام عمل العقد مع فيتوريا، حازم غلط في حاجات هقول لك عليها دلوقتي حالا. ايه هي؟ اول حاجه انت ما تفتحش صدرك قوي وتقول انا اللي هتولى التعاقد مع فيتوريا، ادي واحد. اتنين، هو العقد على فكره اتراجع من الناحيه القانونيه ومن شباب الرياضه ومن اتحاد الكوره وكل حاجه، حازم بس كان قاعد معاه بيتصور. حازم مش محامي عشان يعمل عقد، فموضوع الشرط الجزائي ومش الشرط الجزائي. تاني حاجه، هو في عقد يا كابتن اي مدرب عندك في مصر عمرك سمعت يقول لك لو انت ما خدتش بطوله افريقيا همشيك؟ مين ده؟ مين؟ قول لي على عقد مدرب فيه كده؟ مكتوب كده في الزمالك في الاهلي في مصر؟ ادي حاجه. هتدي لفيتوريا كام يا كابتن ابو العيله؟ اذا موسيماني وكله بياخدوا 200,000 دولار هتدي له كام لمدرب منتخب مصر؟ عايز تدي له كام؟ بس في ناس قالوا ان هو كان اغلى مدير فني موجود في بطوله كاس الامم الافريقيه. كروش ما بياخد نفس الرقم. انت يعني المدربين اللي عندك في مصر هنا كانوا بياخدوا اكتر من مدرب، هتدي له كام؟ لكن غلطه حازم بقى اللي انا هقول لك عليها، ايه هي غلطته؟ غلطه حازم ان هو فتح صدره وقال لك انا اللي هتعاقد مع فيتوريا، ان هو ما حطش الحته بتاعت ان انا اجيب مدرب ليه سابقه اعمال في افريقيا. طبعا هي مش شرط، بس خلينا نقول ان انت ما تبصش خارج الصندوق او في مصر هنا، لان محدش هيقدر الكلام ده. تالت حاجه، انت لما شفت الراجل بيعمل كده مش مفروض على فكره المشرف الفني انه يتدخل في التشكيل، والا هتبقى مصيبه. موضوع بقى اتكلم بالتليفون شيل ده وحط ده واعمل كذا، حازم انا كان نفسي يتدخل قبل السكواد والله، كان لحق الراجل. برافو عليك. هنا بقى التدخل كان المفروض فين؟ في مشكله طارق حامد، كنت لازم احلها انا. تعالى مالك يا عم فيتوريا، طارق حامد ده احسن هاف ديفندر في مصر، خده. عبد الله السعيد ده احسن بلاي ميكر، خده لعبه جنبك، خليه جنبك نص ساعه لعبه شيكابالا وهكذا. اقول لك انت جبت لعيبه ما استفدتش بيها يعني. صح. مش هقول بقى اسامي، في لعيبه نزلت ربع ساعه ما شفتهاش، في لعيبه جبتها ما نزلتهاش. طب انا كنت عليه استفدت بلعيبه يعني بالمنطق. لكن عندها خبرات. يا كابتن ما ينفعش نقول ان احنا ان هو اللي هو حازم مش تكنيكال. على فكره حازم مش مدير كوره حتى، يعني حازم مش مدير، هو مشرف على الكوره. يعني ايه بيعمل ايه؟ والله يا كابتن حازم شوف لنا، كلم لنا ليفربول يشوف محمد صلاح راجع امتى، والنبي يا كابتن كلم كابتن عامر حسين قول له ياجل لنا الدوري كذا كذا. ده دور حازم، لكن حازم مش فني. ما تقوليش ايه رايك في اللعيبه وانا هقول لك. انا بقول يعني لو انت طلبت مني انا هقول لك، لكن انا مش هقول لك، ده مش دور انا. فحازم مش موضوع الشيله، لكن غلطات احنا قلنا 1 2 3 اهو، وقلنا الحاجات. لكن الحمله المعموله على حازم هي معموله على نادي الزمالك
الزمالك، معمولة على زيزو، معمولة على محمد صلاح اللاعب اللي بليفربول، زيزو طلعوا عليه انه لاعب محلي، حازم عايز يشيل الليلة، منتخب محمد صلاح، منتخب مش عارف ايه، هيقعدوا يطلعوا لك كل حاجة عشان يشيلوا النادي. فدي حملة معمولة على نادي الزمالك. الرأي العام الزملكاوي دلوقتي، سوري، الرأي العام للجمهور الكرة المصري أكيد مش مع فيتوريا طبعا دلوقتي. هل دلوقتي أنت شايف الأنسب ان لازم يتم يعني تغيير فيتوريا، ولو تم تغييره هل مدرب اجنبي تاني ولا مدرب؟ هقول لك كل الحلول يا كابتن بقى ابو العلا سريعا جدا بقى. وانت تختار اقل من دقيقه. واحد لازم يمشي خلاص، اتنين ممكن يجيبوا مدرب المنتخب الاولمبي موجود وسهل وبسيط وعارف اللعيبه كلها وبتاع، بس عنده طبعا مشاكل في الناحيه ان هو ما دربش فرق كبيره كده منتخبات. ثلاثه ما فيش حاجه اسمها ما ينفعش مدرب مصري حاليا خالص، وكل الناس المترشحه ما فيش ولا واحد من الزمالك ليه يعني، وانا مثلا يعني مثلا مع احترامنا للناس الكبيره جدا المترشحين ده، ولا واحد من الزمالك يا كابتن ابو العلا يعني اشمعنى يعني ما عندناش مدربين؟ عندنا خالد جلال، عندنا كابتن حلمي طولان، عندنا مؤمن سليمان، ها، وفي طبعا الثلاثه المترشحين التانيين. لكن انا مش مع المدرب المصري حاليا، مش هينفع خالص نحقق رغبات وتطلعات بتاع. في عندنا ممكن نجيب مدرب بقى من اول وجديد، واخد بال حضرتك، واحد صغير زي المدرب بتاعنا بتاع نادي الزمالك، شاب صغير عنده 51 سنه، عنده فكر هجومي، مش لازم المدرسه البرتغاليه خالص. في الاختيار الاخير اللي هو بتاع كروش، وانا برضو مش موافق عليه خالص، انه لعب دفاعي تاني ونرجع للعب الكره البالونه اللي قدام وهكذا. دي الخمس اختيارات اللي ممكن يختاروا منهم، لكن هو يمشي لازم يمشي. للاسف وقت انتهى معاك، دايما بيطير الوقت يا كابتن اشرف، والحقيقه بستمتع والله بوجودك معاك. ربنا يخليك، انا مبسوط جدا ان انا معاك، لعيب كبير وشرف ان انا قعدت معاك يعني. حبيبي يا كابتن اشرف، ان شاء الله تتكرر تاني اللقاءات جايه. طب للاسف وقتنا انتهى، ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر في اختيار المدرب وانهاء عمليه مستر روي فيتوريا، وكمان كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر بعد الاعلان عن مدير فني اجنبي جديد مستر جوزيه جوميز. ان شاء الله لقائي بحضراتكم تاني قريبا مع برنامجكم زملكاوي، تصبحوا على الف خير.